صباحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامج الديربي. نتمنى إن شاء الله حلقتنا اليوم تحوز على رضاكم. بالتأكيد اليوم عندنا حدثين مباراتين فيهم إثارة فيهم أهداف، مهرجان أهداف في المباراة الأولى، إثارة وأحداث في المباراة الثانية. فالحلقة دسمة، نتمنى إن شاء الله تحوز على رضاكم، ونتمنى أيضا آراء محللينا إن شاء الله أيضا تثري البرنامج وتثري الحلقة. نرحب فيهم على اليمين اللاعب السابق اللي مبارك للفوز كابتن مؤيد الحداد، بجانب الحارس السابق اللي نقول له هارلك الخساره كابتن شاب كنكوني، على اليسار يعني ما بين نبارك ونقول له هارلك لان يعني عنده فوز للسالميه عنده خساره في كاظمه، ف يعني نقول له حياه الله كابتن اللاعب السابق فرج لهيب، واخر الحضور اللي مبارك له طبعا اللاعب السابق ومدير فريق القادسيه ايضا سابقا الكابتن نواف المطيري. حياكم الله اخوان، صبحكم الله بالخير ويا اهلا ومرحبا فيكم. اللي حاب يشاركنا ارقام هواتفنا موجوده على الشاشه، نسعد دائما بمشاركاتكم ومداخلاتكم. قبل لا ابدا بس عندي يعني ثلاث رسائل بشكل سريع واستاذن من الاخوان والمشاهدين. الرساله الاولى هي رساله شكر وتقدير للنواب الافاضل اللي اليوم قدموا مقترح لحل مشكله الكويتيين البدون. طبعا انا حسب ما عرفت ما ادري مدى صحه المعلومه، لكن اللي عرفته ان النائبين الفاضلين اسامه الزيد وسعود العصفور هم من كتبوا هذا المقترح، ايضا تم تقديمه مع بعض الزملاء الاخوان من النواب الافاضل. فانا الشكر لهالنائبين الفاضلين، ونتمنى فعلا ان يحل هذا الموضوع بصوره عاجله، وان يعني يتم الانتهاء من هذا الملف اللي صراحه طول، وهناك اسر تعاني، اولياء امور يعانون، ابناء يعانون. فكل الشكر يعني لما نجحوا الاخوان النائبين سعود العصفور وسام الزيد ما كان من فراغ، يعني نجاحهم لأول مرة، لأن عندنا ثقة كبيرة في هالنائبين بالتحديد إن شاء الله نشوف إنجازات ومقترحات طيبة، فكل الشكر لهم. أيضا الشكر للنائب الفاضل صالح عاشور والدكتور بدر الداهوم أيضا لمساهمتهم في حل مشكلة أخونا وزميلنا مدلج وماجد المطيري، وايضا الاستاذ حمد المدلج النائب الفاضل، والاستاذ ايضا النائب الفاضل ماجد مساعد المطيري. كل النواب الشكر لهم لحل مشكله اخونا عبد الله الشلاحي واعاده ايضا اعادته للعمل مره اخرى، وخاصه انه هو مظلوم. يعني اليوم لما يعني ما يكون مظلوم ويتم الوقوف معاهني ما راح نرضى صراحه، لا على اخونا ابو مهدي ولا اخونا المدلج ولا استاذ ماجد ولا والشكر دكتور بدر. سمو رئيس مجلس الوزراء. نعم. فكل الشكر لسمو رئيس مجلس الوزراء مو غريب عليه، نصرة المظلوم ونصروا اخونا عبد الله الشلاحي. ايضا النقطة الثالثة والرسالة الثالثة، احب اشكر اخوي مشاري جاسم زميلنا واللاعب السابق. انا دائما اقول الرجال مواقف، وفعلا كلماته اللي وصلت لي اليوم من خلال حديثه في برنامج بين الشوطين ووقوفه مع زملاء الاعلاميين، بغض النظر يعني هو ما حدد والله ديربي ولا برنامج ديربي ولا قناه الاي تي في، لكن حدد كل زملاء الاعلاميين او اخوان الاعلاميين. فهذه مو غريبه على ابو يوسف ولا على اخوي مشاري جاسم واسرته الكريمه محمد جاسم احمد جاسم، دائما يوقفون مع الحق ودائما تجدهم ايضا ينصرون الحق. فكل الشكر لاخوي مشاري على موقفك الطيب ووقفتك الشجاعة مع إخوانك رجال الصحافة والإعلام. هذه كانت رسائل سريعة حبينا نبدي فيها. خلوني أبدأ حلقتنا بالحديث عن مباراة القادسية وكاظمة، لأن فيها أحداث كثيرة صراحة وفيها مواقف كثيرة. خلونا نشوف الملخص وبعدها سنعود.
عموما خلونا ندخل في المباراة بشكل مباشر ونتحدث عن المباراة حتى تجهز أيضا اللقاءات اللي تمت بعد المباراة وردود الفعل عليها. أبدأ مع أبو خالد، مبروك الفوز، أعتقد اليوم أداء مقنع للقدساوية. الله يبارك فيك، مبروك للجماهير القدساوية ومجلس الإدارة واللاعبين على هذا الأداء اللي قدموه في مباراة اليوم. احنا نقول دائما مباراة الكؤوس تختلف تماما عن مباراة الدوري. أنا أعتقد القدسية مع بنياك غير، يمكن شاهدنا التنظيم الدفاعي، الالتزام في المراكز، ضغط على حامل الكرة. اليوم بنياك بدأ المباراة بلاعبين خبرة وسط الملعب، كان وسط الملعب اليوم هو اللي مسك زمام الأمور، ناهيك عن خط الدفاع. يمكن المباريات اللي كنا القدسية اللي خسر فيها في الدوري كنا نتكلم عن كراتشي وعن عدي إن هم من الناحية الدفاعية ضعيفين جدا، لكن قاعد نشوفهم اليوم مع بنياك في مباراة الكويت ومباراة اليوم التزام دفاعي، ما في أخطاء دفاعية، قاعد نشوف قلوب الدفاع. لما المدرب يا بنياك عطى لضاري عطى فرصة وعطى المسؤولية وثبت ضاري في خط الدفاع إنه هو قلب دفاع ملتزم. خالد محمد إبراهيم من مباراة إلى مباراة هو يعتبر الآن أفضل مدافع موجود في الدوري الكويتي، كذلك خبرة بدر مطوع في وسط الملعب وتمريراته. اليوم كانت الرغبة موجودة عند القادسية اللي يعرفون هذه مباراة مهمة، والقادسية خسر بالدوري أمام كاظمة بنتيجة 3، وبالتالي إحنا نقول دائما مباراة الكؤوس ما لها مقاييس. إذا كانت الرغبة موجودة وكان عندك تنظيم دفاعي ليميز كذلك القادسية في وجود بنياك إنه هو عنده الرغبة باللعب الهجومي، وهذا شيء ممتاز جدا. يعني اليوم لو سيدريك هنري في الشوط الأول متوفق بالأربع أو خمس فرق يمكن راح تكون النتيجة ثقيلة على فريق كاظمة، يعني الأهداف محققة ضيعها. هو صحيح ما قاعد يسجل، لكن أنا قاعد أشوفه قاعد يعمل دور تكتيكي يرهق الدفاع، وهذا ما حصل اليوم في فريق نادي كاظمة. فريق نادي كاظمة دائما يكون مميز بوسط الملعب بقيادة أمو. أمو لاعب جدا ممتاز، لكن في مباراة اليوم خرج عن المباراة. فرصة وحيدة الشوط الأول لنادي كاظمة اللي لعبها وانتو مع ديمبلي، اللي أضاعها ديمبلي وصادها مبارك الحربي. مو هذا فريق كاظمة، يعني فريق كاظمة أعتقد اليوم تفاجأ بالطريقة اللي لعب فيها داركو، لاعبين بعيدين تماما عن المباراة، ما عندهم رغبة الفوز. بنياك عفوا ما عندهم لا مدرب كاظمة ماركو. أنا قلت كماركو فيه فمتراجع، واعتقد ان الطريقه اللي يلعب فيها القادسيه بالضغط العالي في الثلث الاخير في ملعب كاظمة هي اللي خلت فريق كاظمة يتراجع. يعني انا قاعد اشوف اليوم احمد شبيب اللي هو يعتبر نجوم الشوط الاول قدم مجهود جدا ممتاز، وبدر المطوع وسيدريك هنري وعيد، يعني امام ست مدافعين. انا ما تعود كاظمة يلعب بست مدافعين، فاعتقد ان القادسيه اليوم اللي خلى خلاه يظهر بهذه الصورة اللي هو ماوي. نعم ماوي اليوم رجل المباراة، لعب مباراة تكتيكية عالية جدا، راكد ما شاء الله عليه يمسك الكرة ويمر. اليوم القادسية ما لعب كرة طويلة، ترى يبدي الهجمة من خالد محمد إبراهيم أو ضاري أو عدي. عدي كذلك كان هو من أحد مفاتيح اللعب وكان هو نجم المباراة. تراتشي رغم عدم تقدمه لكن هناك تعليمات من بنياك أنك أنت ما تتقدم، خليك في مكانك الدفاعي. أعتقد أنه بوجود ماوي وموجود مشاري كلاعب خبرة هو اللي يمكن عطى الثقة أكثر لكراتشي أنه ما يتقدم، وعطوا المسؤولية كلها لبدر. اليوم أنا أشوف فريق كاظمة دائما شوف بدر يمسك الكرة اثنين أو ثلاثة يروح حق بدر، فهذا ما خلق مساحات لعيد الرشيدي لتألق من الجهة اليمنى، وكذلك خلق فرص. كذلك المجهود اللي قدمه أحمد شيبي في مباراة اليوم الرغبة كانت موجودة، وهذه مباراة كؤوس. القادسية الآن يعني بأفضل حالاتها بوجود بنياك، كان أعتقد كان اختيار موفق لمجلس إدارة نادي القادسية لبنياك، لأن بنياك يعرف الدوري الكويتي ويعرف إمكانيات اللاعبين، سبق ودرب كاظمة ودرب الجهرة وظهر في مظهر ممتاز. حنا نقول دائما المدرب في فترة قصيرة إذا كان مدرب يمتلك شخصية عنده رؤية يقرأ المباراة فريقك يلعب وهو بأمان. نعم أنت تقصد عبد العزيز وادي مو ماوي وادي عفوا نعم. وادي وادي أحمد نقول لكم هارلك، شنو سبب خسارة كاظمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بارك القادسية استحق هذه المباراة،
وأدى مباراة يعني بشكل جميل. أعتقد بخالد كف ووفى وفسر المستوى القادسية اللي قدمه داخل الملعب. أنا يعني بقول نقاط عن اللي شاهدته اليوم عن نادي كاظمة. أقول هارد لك لكاظمة وجماهيره ومجلس إدارة ولاعبين. لابد أن يحوش الفريق عثرات. يعني اليوم هذه العثرة كانت قاسية لنادي كاظمة. يعني الأمانة القادسية سيطر على مجريات المباراة من الدقيقة الأولى لنهاية المباراة. القادسية يعني شو أقول، كسب حرب نص الملعب من بداية. دائما نص الملعب من يكسب أي فريق تأكد أنه يتفوق على الفريق الثاني، وهذا ما حصل اليوم لنادي كاظمة. كان نادي كاظمة اليوم مشتت، فراقات، باصات كثيرة خاطئة، عدم تمركز اللاعبين بشكل صحيح. دائما الانضباط هو اللي يعطي سعيد الفريق ثقل داخل الملعب. ما يميز كاظمة الضغط العالي على فريق الخصم. ما شاهدناه اليوم، كاظمة كان ينطر القادسية في نص ملعبه، هذا سبب له ربكة، سبب له فراغات، سبب له ضعف بالشق الدفاعي. طبعا الباكات اليوم ما كان في أسوأ مستوى. المحترفين اليوم العزي متهور، وكان للأمانة من المحترفين يفترض انه يظهر في مستوى جيد مثل ما ظهر في بالذات هالمباريات الحاسمة. انت تحتاجها المحترفين في نص الملعب. اليوم حمد حربي كانت باصات جدا كثيرة خاطئة. إصابة ديمبلي غيرت مجرى مباراة كاظمة في الشق الهجومي. ديمبلي كان مفتاح لعب كاظمة في جميع المباريات، كان يخلق الخطورة، يخلق الفرص، يخلق مساحات. هذا ما كان يميز الثنائيات اللي كانت بين شبيب وديمبلي في مباراة السابقة، واحنا شاهدين عليها ابو سعيد. وأومو اليوم ما ظهر في المستوى. قالوا ليش بدل المدرب؟ لأن أومو في الشوط الثاني من أول ربع ساعة قاعد يتمشى بالملعب. القادسية بروحها ضغط عليه بالملعب، مستحوذ على جميع يعني مجريات المباراة. فأنا أحتاج تنشيط خط الوسط. هذا ما حصل، تبديل أومو، دخل ناصر فرج لتنشيط خط الوسط. الأمانة ما حصل اليوم يعني أتمنى إن شاء الله عدم تكراره. يعني اللاعبين لابد أن يعني يكون في جدية، يكون في إصرار في تقديم مستوى أفضل داخل الملعب، لأن هذه مباريات مثل ما قال أبو خالد تنعكس عن مباريات الدوري. هذه مباريات تحتاج تركيز عالي، انضباط، تمركز صحيح، باصات على مستوى عالي. للأسف حصل العكس اليوم، باصات كثيرة خاطئة وبالذات في الشوط الثاني. يعني يفترض أن الفريق يرجع للمباراة، هذا ما حصل اليوم. لم يرجع للمباراة، ما الروح كانت من عدمه، ما كان في الإصرار اللي شاهدناه من نادي كاظمة في المباراة السابقة واللي قبلها واللي قبلها ومن الموسم السابق. تعتقد أبو أحمد أنه هو يقول لك أنا متقلب على القادسية بالدوري ثلاثة وبالتالي يمكن دخل المباراة براحت، ممكن هذا تكون أحد الأسباب. وللأسف يعني ما ظهر اليوم القادسية ظهر شخصية البطل. القادسية راح القادسية مهما يخسر مهما تفوز عليه راح يضل القادسية. هذا ما ظهر عليه القادسية في مباراة الكويت، قدم مستوى كبير. طيب. أنا عندي ملاحظة صغيرة على عرسان. يعني الأمانة هذه يعني رسالة لأخوي أحمد عرسان، أنا أعرفه شخصيا، أتمنى تراجع مستواك، لأن ما قدمته في الموسم السابق قاعد تقدم 1% في الموسم الحالي. يعني احنا محتاجينك كمحترف. اعتقد ان النادي قاتل لتجديد عقدك، قاتل انك تكون متواجد مع الفريق، وقع مع غلوب الدفاع انه يستمرون في الفريق. فاتمنى يعني حتى يمكن في امور اسريه كان متضايق. الامانه كاظمة حلوا امور الاسريه، فنتمنى انت كمحترف تقدم الافضل. انا محتاجك يعني كفريق، كمحب، كلاعب سابق، كمشجع للنادي، اتمنى تقدم الافضل. اول شيء بالالتحامات سلبي، في المشاركات الهجوميه سلبي، يعني فعاليتك قدام الجول سلبي، حتى في الهدف الثاني مال الرياحي. انت شوف يعني كمحترف، انت حتى محترف ما تعرف توقف، ما تعرف تدافع، ما تعرف تقاتل على الكره. هذا ما احزنني من محترف كنادي قاتل في تجديد عقده. اتمنى ان شاء الله ان تدارك الامور الجهاز الفني في المباراه السابقه القادمه ان شاء الله. كابتن فرج، اول شيء رايك في المواجهه، وهل يعني خساره كاظمة يتحملها المدرب؟ شوف، اول شيء بارك حق نادي القادسيه، جهاز فني، جهاز اداري، لاعبين، وايضا جماهير، وهذا نادي كاظمة ايضا جماهير وجهاز فني وجهاز اداري. بتكلم اول شيء عن نادي القادسيه مسعود. واضح من نادي القادسية من اللي شفته انه في ارتياح كبير من المدرب بونياك، بعيد عن ان الرغبه موجوده، لكن انا يعجبني المدرب اللي يلعب
في كل مباراة بلاعب معين. مثال مشاري عادل ما شفناه فترة، اليوم محتاج مشاري لعب كلاعب أساسي قدم، وأيضا ساعد أيضا الوادي خلى أيضا أعطاه مساحة أكبر. فأنا يعجبني المدرب اللي يمشي على كل مباراة بلاعب معين يخدم خطته. هذا العمل بونياك واضح أمامنا، يمكن ثبت على الخط الدفاع الرباعي ثابت ما تغير فيه، هذا اللي يحتاجه في المنظومة الدفاعية، يغير في خط الوسط لغاية ما يوصل إلى اللاعب اللي بالفعل يقدر يخدمه. وأعتقد قدم. أنا بساوي سعود كنت أنتقد عيد كنت أنتقده لأن لاعب كان مجهود ولاعب كان حل لكن ما كان يسجل. هذه بسعود ثلاث مباريات أربع مباريات عيد يثبت أنه بالفعل يسجل ويصنع ولاعب خطر وحل من حلو نادي القادسية. وأعتقد إذا استمر على هالشيء أنا أعتقد أنه راح يكون كامل، طبعا الكمال لله سبحانه، لكن يكون خلاص يعني انه لاعب مزعج ولاعب ايضا هداف، فبالنهايه انت محتاج انك تسجل هدف. انا اعتقد ايضا الوادي قدم اليوم اداء ممتاز. بالنسبه حق كاظمه انا وجهه نظري البدايه كانت خطا، انا اختلف مع ابو احمد يمكن الانسان نازل من السواء، بس في بعض المباريات تحتاجه وخصوصا هو متفاهم مع شبيب. اليوم شبيب غايب مو قاعد توصل له الكره لان في فراغات كثيره في عن العرسان. العرسان صح مستوى انا اتفق مستوى نازل، بس في بعض المباريات وتحصل. شفنا مثلا القادسية قدم مع نادي الكويت اداء ممتاز، مع الصليبخات ما قدم، لكن شوف مع بعض المباريات الكبيره اليوم شفنا القادسية مغاير تماما، مو هذا يلعب امام الصليبخات اليوم شفناه بشكل ثاني. ففي بعض المباريات القويه يظهر اللاعب. فوجهه نظري لو ان لاعب العرسان من بدايه المباراه ممكن انه يشكل خطوره. زين لعبه بالدقيقه 38 بعزوز، لعبه من الدقيقه 38 ما له فعاليه ليه الدقيقه 90 ل 5 كم 99 وصلنا للدقيقه 199. ابو احمد بالنهايه وهو محترف عندي خبر في فرق انك تلعب كلاعب اساسي، فرق انك تنزل. ابو احمد ترى مرة تفرق معك. انا محتاجك. انا دبلي خسرته بالدقيقه 38 بعزوز، بس هالنقطه خسرته بالدقيقه 38. انت احمد العرسان انا محتاجك في المباريات المهمه مثل هذه. انا فقدت نص الملعب اليوم، نص الملعب كان ممتلكه بالطول والعرض القادسية سيطره تامه. انا لما دخلتك مو محتاجك صحيح ما قدم شيء. انا اتفق معاك ان اصابه دمبلي اثرت على الشكل الهجومي بشكل كبير، لكن بشكل عام رجع القادسية وجهه نظري رجع القادسية حق مستواه. مدرب عرف شلون يتعامل مع اللاعبين، في ارتياح كبير من اللاعبين للمدرب، وشفنا اداء القادسية طيب. مميز. مبارك يعني النقطه اللي وبما انك لاعب وسط، النقطه اللي قاعد تثار الان بين ابو عزيز ابو احمد موضوع خط الوسط، وحتى اشاده ابو خالد في 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 وادي، يعني اليوم هل نقدر نقول خط وسط القادسية هو سبب فوز الفريق اليوم؟ سيد قبل الجزئية هذه بتكلم عنها شوية، برجع أربع مباريات مع السيد بونياك. بداية أحب أبارك حق مجلس إدارة نادي القادسية وجماهير وجهاز فني وإداري وإخوان اللاعبين على هالفوز والمستوى الطيب. بالنسبة لنادي القادسية يعني منذ وصول السيد بونياك يعني شفنا احنا صعود، نقدر نسميه صعود بطيء لكن كبداية بالنتائج وليس يعني بالمستوى. كنا قمنا نشوف الفريق اللعبة على اللعبة قاعد يتطور، لعبة على اللعبة قاعد يصعد أكثر وأكثر مع السيد بونياك. اللي ميز سيد بونياك مو انه فاز اليوم وانه تعادل لعبات الطافت، لا، اللي ميز سيد بونياك ان الرسم التكتيكي او الشكل العام للفريق اللي هو 4-2-3-1 او 4-4-1-1 لكن مع اختلاف الادوار والواجبات. اليوم شنو شفنا اليوم؟ اليوم اعتمد على خط نص كامل، احنا نسميهم اللاعبين اللي يمسك كره، اللاعبين النص اللي يلعبون. لما يدمج لك خلطه مثل مشاري العازمي وعبد العزيز وادي ويا بعض، ترى هذا سلاح ذو حدين. اليوم لو ننظر خط وسط نادي القادسية اليوم تلاقي عيد رشيدي رجل تكلمك 70-30 70 لما أقول لك 70 مهاجم، نجي عند أحمد شبيب نفس الطريقة، نجي عند بدر مطوع صانع العاب، نجي الاثنين اللي وراه عزيز وادي مشاري العازمي، لاعبين كلهم يحبون يمسكون كرة، ما هم اللاعبين اللي ركزون على شنو، على قطع الكرة مثل قبل فترة طافت سلطان أو فهد العنزي. لا، قال لك سلاح ذو حدين، أنا بلعب كرة. مدرب يبين لك فكرة أنه مدرب هجومي، مدرب ينزل ملعب ما يفكر ان انا اسكر او شيء، لا، ابستلم ابلعب ابستحوذ الى اخره. ارجع لعبه الكويت اللي قبلها شنو سوى؟ فريق انكمش مرتده على بدر وعلى عيد اللي تعادل فيها 1-1. صحيح، مدرب يمشي على خط واحد موسم كامل هذا مو مدرب. لكن بنياك يقرا كل مباراه ويقرا الخصم اللي قدامه وبناء عليه يضع شنو؟ خطه الفريق والادوار والواجبات المطلوبه من فرج ومن نواف ومن شاب ومن الاخر. نعم، احب اقول لنادي القادسيه مدرب
بصمته واضحة. الانتقالات الشتوية الفريق يحتاج محترفين سوبر مع الفريق تو الناس كل شيء ما زال باليد على قولتهم. الدوري تفوز لعبة تطمر من التاسع إلى الثاني، كأس ولي العهد أنت منافس، كأس الأمير باقي، فريق يبشر بخير، حافظوا عليه دعموه محترفين إن شاء الله بانتقالات شتوية على الأبواب، وإن شاء الله السنة نفرح ببطولة أو بطولتين عن الغاتف. طيب بس بضيف شغلة، بس خلي يجهزون الأخوان لقاءات اللاعبين والجمهور، لأن في تصريح مثير لشبيب الخالدي راح نتطرق له إن شاء الله بعد شوية. بس أنا بشكل سريع عن الارتياح اللي أقولك عليه وتكلم عنه بعد أيضا بمبارك، شوف أحمد رياحي لما نزل شلون عطى وشلون كان حاول وسجل، ورغم ان الاصابه وكمل وسجل هدف بعدها طلع من المباراه، لكن هذا الارتياح اللي اتكلم عليه احمد رياحي. ماوي لما نزل ايضا عطى شوي دافع، احمد شبيب ايضا قاعد يقدم مستويات ممتازه، عوده مستوى نوعا ما بدر مطوع مع الفريق وخبرته، هذا كله في ارتياح للاعبين للمدرب. نعم طيب بتطلع بس ولا تفضل. شوف القادسيه اكو ميزه يمكن ما حد داري عنها، ترى القادسية الوحيد اللي بالكويت قاعد يلعب ثلاث محترفين، والشوط الثاني يلعب فيه محترفين اثنين، لما يطلع سيدريك يبقى عدي وكتراتشي، يعني المدرب قاعد يعطي ثقة للاعبين المحليين، وهذا شيء إيجابي للكرة الكويتية، يعني يبرز عندك، يعني شفنا ما شاء الله أحمد شبيب برز وعادي، مع أن عنده مدافع المنتخب اللي هو راشد دوسري لاعب المنتخب على دكة الاحتياط. فالحين نقول دائما مثل ما قال اخوي نواف، ترى من الصعب تلقى لاعبين يرتاحهم من المدرب، لكن المدرب هذا عرف شلون يتعامل معاهم. نعم. تشوف حتى اللاعب اللي بينزل مو مضايق، اللاعب اللي يطلع مو مضايق، وهذه فلسفه كره القدم دائما. واقول انا اعشق المدرب اللي يلعب من الناحيه الهجوميه، وهذا نعم. مميز يمكن اليوم بنياك بهذه الطريقه، وعطى الاريحيه، وكلام نواف صحيح، انت لو تشوف اللي صاير على صاير عليك ضغط انت ما تقدر، لان عندك بدر فارق العمر، عندك مشاري كبير بالعمر، لكن وادي عطى الثقه لهم، واللي يميز الغاسيه اليوم يلعب كرات ارضيه تحت، يستلم ويوزع ويغير ترويع. بالنسبه لعيد، عيد في السابق ما كان يلقى مساحات حسب الطريقه او التكتيك يلعب فيه المدرب، الان مع بنيا قاعد يحصل مساحات، نشوف عيد دائما منفرد بالمرمى، دائما في المرمى، وهذه ما ميزه المدرب دائما اذا اشتغل على لاعب، وحنا نقول المدرب له دور كبير في ترتيب الفريق. طيب اسمح لي بس 10 ثواني بس. ابو خالد الحين تكلمنا عن نقطه الباكات ذكرتني عليها، احنا كنادي قادسيه نحب نلعب استحواذ، صح، نحب الكره القصيره، الكره الموجوده هذه احنا ربينا عليها من زمان. انت كنادي القادسيه اثنين محترفين باكات، انت شنو وايد مستفيد منهم؟ دفاعيا ما هم ذاك القيمة الكبيرة بالدفاع، هجوميا اتفق معك، لكن انت مو النادي اللي تلعب على الارضيات وتبي الباك اللي يوصل ويرفع عندك مثلا قبل عجب خلف سلامة، تحتاج ناس يعرفهم. لا لا انا اتكلم عن لا. انا اقول لك النادي الوحيد هي اللي خمس محترفين، انا اقصد بخالد انه بالشيء الان ايش ينقص القادسية؟ ينقص القادسية دكة احتياط. بس التوضيح ترى ابو مبارك، عدي وتراتشي ظهروا بصورة ايه ممتازة، افضل من مع بنياك مع سيد بنياك افضل من قبل. انا اقول لك انهم يعرف شلون سعيد يوظفهم. انا اللي اقصده انهم مميزين هجوميا، صح ولا ما صح؟ انت طيب لما تخلي باك عندك تجيب باك زين، شو الفائدة منه؟ ان يكون عندي راس حربة شنو؟ اني انا العب على الارضيات، لكن انت السيستم مالك نادي القادسية كله استحواذ. نعم. احتاج لاعب مهاري جلاوسيو، الحاج عيسى، بدر، الكرات القصيره. لا لا هو فأنا أقصد اني استفيد بلاعب ويكون عندي باك نواف. هو عطاهم ادوار دفاعيه اكثر ما هي هجوميه، علشان كذي تشوف ظهر فريق القادسيه تنظيم دفاعي جيد، عنده ما عنده اخطاء اليوم فريق القادسيه، فبالتالي وجود احمد شبيب لانه عنده مجهود يروح يرد كذا وعيد. وضح يعني ضح بواحد انتقاد شتويه واستفيد لك مركز ثاني كمهاجم صانع لعب مهاري يساعد بدر، هذا المقصد. طيب طيب خلينا نروح حق بعض اللقاءات اللي تمت بعد نهاية مباراة القادسية وكاظمة مع زميلنا خلف العنسي. من ابن عدل زعلان؟ لا مو زعلان. والله بتبديلك لمانة واضح انك غير راضي، ماني قاعد زعلان. اتوقع تفاجأت، مو بس انا تفاجأت، اللاعبين كلهم تفاجأوا وقاعد يسألوني شنو السبب. شنو السبب؟ اللي سمعت سمعت انه مو المدرب بدلني، هذا اللي سمعته. مو مصاب؟ لا مو مصاب، ما فيني شيء.
طبعا اول شيء نبارك الجماهير الوفيه اللي وقفت مع الفريق، ونبارك اللاعبين الاوفياء، وهذا الغاتسيه، الغاتسيه ان شاء الله دائما الامام، وهذه الخطوه ان شاء الله احنا طبعا راح نرجع الى منصات التتويج ان شاء الله. نوع يعني عهد جديد ترجع منصات التتويج ان شاء الله، لازم لازم هذه الغاتسيه مكانه بالمنصات التتويج، اللي يخالف هالكلام مو غتساوي صراحه. شكرا لهذا الجمهور الكبير على هذا الدعم، والدعم ترى هذا هو اللي يعطينا الاداء ويجيب النتيجه ويجيب النتائج. ندري ان احنا زعلناهم الفتره اللي طافت بالاداء، لكن ربي لك الحمد. شكرا جهاز فني اداري، ونقول هارد لك لاخواني لاعبين نادي كاظمه وجهازهم الفني والاداري، وان شاء الله بالقادم نقدم اداء افضل من كذي. كل الجماهير تهتم باسم عيد. هذا فضل دعوات الوالده، ربي لك الحمد، قاعد نقدم اداء مميز، وهذا فضل اخواني اللاعبين، هم اللي قاعد يخلون عيد يطلع بهذه الصوره. جمهور كبير وعلى عين الراس، واكيد ودنا نفرحهم، وان شاء الله راح نفرحهم في الفتره القادمه. احتفالك هديته حق فهد؟ اكيد بصقر، وما كان ودنا انه يعتزل في هذه الفتره، لان وجوده معنا هو قوه للفريق، لكن يبقى هذا قراره، وهذه هذا حال كره القدم. شكرا فهد الانصاري، وهذا الجول اكيد انه اهداء لفهد، وان شاء الله انه يحتفل معنا في البطوله هذه بالذات، ان شاء الله اذا وصلنا باذن الله. كاظمة أداء ونتيجة ذكرنا ب 2018-2017، هذه مباريات الموسم اللي طافتها، مو مباراة كاظمة بطل كاس منافس على الدوري، احنا قاعد نتكلم وقاعد نكابر وقاعد نزايد على الإعلام وندافع، لا فريق مو زين، ليش نجامل؟ والمدرب صراحة أنا اليوم يعني الكاس جاء من اللاعبين. كاظمة مو زين ولا القادسية زين؟ جاء من اللاعبين الكاس. يعني المدرب ماكو شيء؟ لا المدرب ماكو شيء، واحنا مو زينين. القادسيه اليوم يستاهل المباراه، احنا بنطلع من القادسيه اليوم مباري العربي بكذي؟ لا خلينا نطلع من القادسيه بافضل منك فنيا، مباراتين القادسيه فنيا، مباراه الكويت فنيا كان زين، واليوم مباراه كان ما كان زين. لا القادسيه افضل يا اخي، ليش الواحد يزايد ويجامل؟ فنيا القادسيه افضل منك 90 دقيقه، يستاهلون. احنا نجامل ونكابر ونقول ما افضل؟ لا ما نفهم. ابديل شبيب عماها وبالبدول صمها، ما قلت له مشعل هذا حبيبنا كله ويانا، هو اساس الرابطه واساس الجمهور. راضي عن الرابطه؟ اكيد راضي، هم راضي، هذا راضي ان الاهل ما وصل كل زين. قول الكاس وين الكاس؟ الكاس راح يروح حولي. مو خايف من العربي؟ ما خايف من العرب ولا الكويت ولا حد، ولا كاظمه ولا حد. انا اقول لكم من الحين من قناه الدربي، اقول لكم كاس روح حولي، الجمهور كله يروح حولي. شكرا اخوي خلف، وشكرا لعيد الرشيد ايضا بادرته باهداء الهدف لفهد الانصار، وهذا دائما يعني خلينا نقول سمة القدساوية، سمة يعني خلينا نقول أهل الكويت كلهم، سمة الوفاء موجودة في أهل الكويت ولله الحمد، والقدساوية بشكل خاص هذه البادرة من عيد. لكن ترى شايلين صوره اليوم الملعب، يعني فهد مهما يمكن ما كان بالمباراة اليوم تشكيل، لكن موجود في الملعب وموجود بقلوب القدساوية. وفهد يستاهل، يا ما قدم وسوى وعطى وقاد، وهذه سنة الحياة يعني. صحيح، لكن شدني تصريح شبيب الخالدي يقول التبديل مو من المدرب صراحة. يعني شوف هذا تصريح خطير صراحة، لما يقول لاعب كذي، بأنه أعتقد أن في أحد قايل له من برا أو من دكة أن ترى مو المدرب بدلك، سمعنا ناس أو سمعنا الإدارة أو من الإداري يوسف اسكندر يعني. لا أنا أقول لك بدام شبيب قال هالكلمة، أدري يعني منو اللي بدأ، هل موجود فواز، موجود جراح آه، موجود عصام، موجود جهاز إداري مو من يعني قال المدرب مو ما بدلني، اكيد انه سامع احد من اللاعبين انه قايل يمكن احد من الاداريين منها الثلاثه او من برا مثل ما تفضل، ما ندري منه. هذه المشكله، انا ما ادري منه، بس المشكله اللاعب حتى لو انت معصب ما تقول هالكلمه. انا هاي ثقافه رياضيه غلط صح، بغض النظر شنو المشكله، او اللاعب اللي وصل لك هالكلمه، اللي وصل لك هالكلمه يفترض انه ما يقول لك، ما يزيد المشكله مشكله، عرفت؟ انت في حاله الخساره تعرف شلون ابو احمد، شلون 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 ما عرفت تحكم نفسك كلام، تحكم باعصابك يعني. ما يصير انت الحين ثرت موضوع، ما بس دقيقه وسعيد ابو عزوز، انت الحين ثرت موضوع، ما ترى يمكن يجتمع فيك مجلس اداره، يمكن يوظفونك في مباريات. يا شبيب يا شبيب يا اخوي، انت لاعب صغير ومحتاج انك شويه تحكم اعصابك في هالامور، حتى في تصريحات سابقه هم شويه يكون منفعل فيها. لاعب نجم من افضل المهاجمين بالكويت،
هم انا اتكلم مع اداره نادي كاظم، انت محتاج هم بديل لشبيب. شبيب تعور، شبيب حصلت له مشكله، انتم شايفين بسعيد اليوم شبيب لما طلع ما عندي مهاجم اللي يخلصني، ما عندي ما عندي المهاجم اللي داخل البوكس للاسف. وانا اتمنى يعني اذا كان في امر مثل هالامر مثل ما تفضل فيه شبيب هذه مشكله. طيب لكن ابو لهيب يعني يعني بعد ما يصير على كلام، انا ما ابي اطول بس انا عندي فاصل يعني اليوم، ما تبي ما يصير بعد اللاعب لما يشوف خطا ولا يسمع انه في قرار خطا ولا من وجهه نظره وما تبونه يسكت، ما يصير يعني. يعني انا احس اني مظلوم واحس ان احد جاي من برا مبدلني وانا قاعد اعطي داخل الملعب، وتبي اطلع من الملعب اقول والله كريستيانو ونجم عالي يا ابو سعيد، كريستيانو ونجم عالي طلع نجم عالمي ترك الملعب ومشي. لا بس ماكو شيء اسمه ناس يحس يعني بس ما توقف. اي بس ماكو شيء اسمه كريستيانو، ماكو شيء اسمه احساس. احمد ماكو شيء، خلينا نسمع اخوي. ماكو شيء اسمه احساس بالنهايه. شبيب الخالدي لاعب نجم واعد ويعتبر حاليا عندنا من افضل مهاجمين بالكويت. انا قلت هذا واحد لا يستخدم نجوميته في هالاساليب. انت نجم الفريق الاول مع النادي كاظمه وايضا المنتخب، فنجوميتك بسعود ما تستغل بهالطريقه. عند شيء انت حاسه داخلك هذا امر ثاني، لكنك تطلع حق الاعلام وتسبب مشكله، هذا يعني التصريح هذا ممكن يسبب مشكله بين المنظومه. ترى خليه يكشف الحق. لا لا ما في شيء، لا يكشف الحق. فريق كاظمه وسعود ليش يسبب مشكله؟ زعطنا مجال. لا انا بهالنقطه ما يصير انا اشوف اني انظلمت باكر لما انا اسكت. باكر انا لحظه لما اسكت باكر راح مثل ما بدل شبيب، لازم تسكت. لحظه لحظه، باكر مثل ما بدل شبيب راح يبدل. لا لا بسكوني راح يبدل العرسان راح يبدل. لا لا ما يصير. لا شنو دور المدرب؟ ثواني ابو احمد، شنو دور المدرب عزيز في اوقات اذا اي شيء اروح يلا بدل شبيب الخالدي بدل لك. زين شنو اللي قاعد في اوقات لازم تسكت بسعود، لان نادي كاظمه حاليا هو الفريق الوحيد اللي عنده استقرار وقاعد يقدم كره زينه وايضا ترتيبه زين بالدوري. انت خسرت مباراه ما خسرت الدنيا كلها. صحيح. فانت نجم بسعود، انت نجم لما يسمع لاعب ثاني يشوف شبيب يتكلم كذي راح تخترب المنظومه. انت ماشي على منظومه. لا 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 تخترب المنظومه لما يتدخل واحد. لا نجم كاظمه. لا مو اللي خربها نجم كاظمه. لا مو شبيب اللي خربها، نجم كاظمه اللي خربها اللي تدخل في تبديل شبيب. هذا اللي خربها. وانا اقول لك خربها زياده سعيد. راح اخليكم تعلقون بعد الفاصل. والله بعد الفاصل فاصل وبعدها سنة. صباحكم الله بالخير. قبل اروح حق الحالات التحكيميه بس ابو خالد كان عنده تعليق والاخوان عندهم. احنا ابو سعود في هذا البرنامج من واجبنا ان نعطي التوعيه. كلام ابو احمد 100% صح. انا اتكلمك من الناحيه الاداريه، انت لاعب شبيب توك فايز بالجائزه قدامك مستقبل طويل واحنا دائما نشيد فيك ونادي كاظمه كله ثقه فيك، كان يفترض منك انت ما تصرح هذا التصريح. انت الحين يعني صارت مشكله بين الثلاثه الاداريين، فانت ما تقول انا والله لاعب انا التغيير حق المدرب، شافني انا يمكن اليوم مو متوافق طلعني. بس تقول انه مو المدرب اللي غيرني هذه صعبه شوي. اذا بتقولها بعد مباراه تقعد تجتمع مع الاخوان وتقول لهم هالشيء هذا، لكن بهذه الطريقه وسائل الاعمال ووسائل الاعلام هذا غلط جدا. احنا دائما نتكلم عن الاحتراف، ترى الاحتراف مو بس داخل الملعب، حتى بالتصريح، حتى بالتصريح لازم تكون انت دقيق. والنجم دائما النجم يكون هو حريص تصريح على وسائل الاعلام، تعامله مع الجمهور، تعامله مع الاداريين، وانت امامك مستقبل كبير يعني. فانا اقول لك خانك التعبير وثق بالله. ترى ابو احمد قدم لك النصيحه وهو صادق. صحيح. اوكي. انا بس دقيقه، انا مختلف وياكم. لا ما يد الخطا. انا رايي عشان اي شخص يتدخل مره اخرى في عمل المدرب يعرف ان في شخص يطلع على الهواء يوضح هذا اللي حصل. هم كلامك من صح. الحين من يحاسب الشخص اللي تدخل؟ هم كلامك صح ابو احمد. اللي تدخل كلامك صح وكلامك صح. من يحاسبه اللي تدخل بعمل مدرب مجلس اداره؟ لو مو طالع شبيب وقال ترى اللي بدلني مو المدرب، المقصد من راح يحاسب اللي تدخل في عمل المدرب؟ ان كان من الجهاز الاداري تدخل في تبديله فهذا خطا كبير. انا قلتها صح ولا غلط يا ابو خالد؟
وان كان يعني انا مدرب يمكن انا بدلتك، يمكن اللاعب هذا قال لك كلمه يبي يشعل الموضوع، ما تدري انت صح من الغلط، انت ما كنت بالحدث يا شبيب. المقصد ان بعض التصاريح يفترض بعد الخساره انه يكون فيها توازن من اللاعب، انت لاعب خبره، لاعب منتخب، خذت جائزه. المقصد ان كان انا ترى وياك كلامك صح وانا كلامي صح، لا كلام احنا ما نختلف، ان كان في تدخل اداري صح كلامه مو صحيح، لا صح لا لا انا قصدي ان كان عزيز مو صحيح، انا قصدي فري، انا قصدي ان كان في تدخل اداري مثل ما تفضل فهذا خطا، لا لا الصح اللي قاله اللي قاله ابو خالد هذا الصح، ان كان يا فري لا تعيد اللاعبين على الخطا، لا 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 مو خطا، ولكن صح عشان بعد الخساره لابد حق كل شخص طالب دخل بس ما قال ابو خالد لازم يكون عندك ثقافه، لا 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 ما في شيء، تعرف شلون ترد ما في شيء، روح شوف لاعبين باوروبا ايش قاعد يسوون، كريستيانو رونالدو وكريستيانو لاعبين قاعد ينتقدون مدربين، انا قصدي كريستيانو مو عصب مباراه ما تين هاج ما قدر نجوميته، طلع من الملعب تم ايقافه اللاعب، كلنا تم ايقافه، فهذه كلنا كنا لاعبين، لحظه قبل تروح المباراه ما عندي وقت والله، كلنا كنا لاعبين لحظه بس بشكل سريع، كلنا كنا لاعبين يا يمكن انا واحد من اللاعبين انظلمنا وايد، انظلمنا سواء من مدرب احيانا يكون مدرب موجود وانظلمنا من او اداري، بس ما نطلع نصرح خلاص، بيني وبين نفسي انا اشيلها، العالم تشوف، العالم تطالع، العالم يتكلم عنك، انت لو مو طالع لحظه انا فريقي طالع قايل هالكلام، انا فريقي ماشي لو شبيب طالع مو قايل هالكلام كنت تقول انه مو المدرب مغيره؟ ما كنت تقول، وليش اقول سعود؟ شلون ما يصير يا ابو سعود اطلع هو يرد على التصريح، انا ارد على التصريح، الناس قاعد تسال، الناس قاعد ليش طلعت انت نجم الفريق، نجم الفريق يفترض على شيء ما يقول لا لا, لا ما في شيء، بس ما مساله لا لا مو عناد، انا بالحق، انت بالحق، انا مع الحق وشبيب معاه حق، ابو سعود انا هذا رايي، انت توليت مسؤوليه الاداره، نعم انت صرت اداري، لا ما صرت اداري، الطريقه قاعد اقول لك غلط، لا مو غلط، قسم هذا رايك، هذا رايك، اسمعني هذا رايك، انا اسمعني مو عندك اداء، مو عندك انت بعد المباراه تقعد مع اللي بقعد معاكم، اقعد مع المدرب مع الاداريين وقول لهم غلط الشيء اللي صار يا ابو سعود، احنا من واجبنا، من واجبنا ان ننصح، من واجبنا احنا ما ننصح، تصح الخطا، تصح الخطا، خطا يا ابو سعود، انا رايي، هذا رايك واحترم، لازم تحترم رايك، محترم خلاص، جزاك احترم، هذا تصرف شبيب صحيح، ردة فعل، ويجب ان يحاسب من تدخل فيه، هو لا 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 مو ناد، هذا رايي انا، في لاعبين قاعد يشوفون، لا 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 اللي شايف تصح بالخطا، انا قلت حتى حق المنتخب تصح بالخطا، اللي يشوف نفسه انه هو قادر انه يبدل ويحط التشكيله ويطلع فلان، خلي يصير هو المدرب، الشخص اللي قاعد يبدل فلان ويدخل فلان صح، هو قادر انه يعرف يبدل، يعني فاهم بالامور، وانا وياك خلي يصير المدرب، وانا وياك صح، شبيب اليوم هل كان في فورمه صراحه؟ لا سعيد ما انا ما لا لا في شغل هجومي، انا لو بيدي اليوم اغير 10 فتره من فترات، اليوم الكوزي ما انظلم، فتره من فترات ما انظلم بالنادي، في فتره انظلم، نعم تكلم، لا ما تكلم، ما تكلم مسعود، ما من تكلم، من هو حسين كنكوني اللي حاليا افضل حارس بالموسم، في فتره انظلم، وانا شاهد، ما كان يتكلم، وانا شاهد طلع بالمنتخب، انا اكثر واحد طلع بالمنتخب، طلع تكلم، لا 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 شو، لا لا تكلم عن النادي، تكلم عن النادي، طيب تكلم عن المنتخب، اروح حق الحالات التحكيميه، عندنا ثلاث حالات تحكيميه نشوفها مع الساده المشاهدين، الحاله الاولى حاله نايف زويد و خذ كرت اصفر على هالحاله، هل 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 يستحق اكثر من الاصفر ابو خالد؟ لا اصفر عادي، اصفر عادي ابو احمد، اصفر عادي، ابو لهيب اصفر، ابو مبارك اصفر، طيب نروح الحاله اللي وراها، حاله الرياحي، الحاله المثيره للجدل اللي ما توقعناها الحقيقه من مبارك سعيد، يعني ما ادري تعليق عند ابو خالد، غلط طبعا، هذا التصرف احنا نرفضه في الملاعب يعني، وهذا موجود حتى بالقانون يعني، انت ممكن اليوم بهالحركه يمكن تسوي له عاهه مستديمه، تكسر خشمه ولا يصير، هو انا حسب علمي انه هو الان في المستشفى، يعني تصرف خاطئ بالمخ ممكن تسوي له، ايه فهذا تصرف خاطئ، انا اعتقد يمكن النتيجه هي اللي اثرت حتى على فقدان اعصاب فريق نادي كاظم، حتى يمكن تاهم المباراه وسبه هالطريقه، انت لاعب وانت مدافع يعني ما تتعامل بهالطريقه، والاتحاد الدولي دائما يعني يشيد ان الابتعاد عن العنف ويعطي قرارات صارمه للحكام باتخاذ اقصى عقوبه، فانا اعتقد تصرف خاطئ من المدافع الفريق كاظمه، واعتقد ان العقوبه ما يعني يجب ان ما تمر مرور الكرام ان لعبتين توقيف، لان هذه فيها سوء سلوك، نعم نعم هذه ابو احمد، انا شوف انا كنت قاعد انا واخوي ووالدتي الله يحفظها، وقاعد طالع مباراه، انا اول واحد قلت اوف
حرام عليك شنو انت تبتأذي؟ والله شي قلت بهذا الواحد قلت ما يصير حتى لو انا اكب ماو ما يجوز. هذه مو سوء سلوك، هذا قصد الايذاء. انت تبتأذي لاعب بهالطريقه غلط. مسعيد بغض النظر كره القدم في الاخير لعبنا سنين ما طقنا لاعبين بهالطريقه، نتداخل نتدازجنا، بس انت قصد الايذاء بهالطريقه. لاعب يعني انا تعورت كسر جمجمه الراس، يعني هذا اضعف 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 شيء في الانسان. انت لما طقيته شوف انت متى فقد وعديه، بعد الهدف ترى مو قادر يوقف على ريله، طاح الولد شالته الاسعاف. يعني انت كلاعب مهما تكون متنرفز لابد انك انت حتى تدخلاتك تكون بعقل، انت لا تاذي عيال الناس، هذول عيال الناس مثل ما انت ولد ناس، هذا ولد ناس. انت معصب حاول انك شويه تتمالك اعصابك. اوكي فريقك مو بيوم اليوم يعني انت تقبل خساره. ثاني شيء انت يا مبارك سعيد والنعم فيك والنعم بعائلتك واخوانك، ولكن انت مبارك صار لك فتره ما تلعب. لما انا انزلك في الخمس دقائق انت لازم تغير نظره المدرب والجهاز الفني والجمهور. صار لك فتره ما لعبت في الملعب، لما دخلك الملعب انا محتاجك. يمكن انت حتى لو كاظم مطرود منها واحد في مباريات، فرق مطرود منها واحد لكن تسجل هدف تخدم فريقه، انت نازل متنرفز لابد انت كلاعب تحكم اعصابك، تعرف تتصرف، يكون عندك حسن السلوك والتصرف في داخل الملعب بالذات في هذه المواقف. حتى لو لاعب شدك شدني بس انا ما اضرب اللاعب. لا وانا استغرب من الحكم انا سميته وحشيه يعني طقيته طقه صراحه انا والله كسر خاطر انا استغرب من حكم المباراه يم الحدث. نعم لما انا البار يعني مو ما شفت الحدث وانت يم شوف العيد اللقطه صحيح صحيح هذه ملاحظه على اي ما تحتاج الى البار. خالد احمد العلي ما انا حكم مميز احمد امانه حكم مميز باقتدار لكن هذه اللقطه من حكام النخبه يعني نعم ما ادري يمكن احد ما شاء يعني او كان منتبه للقطه لا هو يعمل لو تعيدونها لا ادري نظر يمكن كان مثلا على الكره ما كانت على الايد ما يعني في لقطات يعني نعم. ممكن لجنه الانضباط تكتب تغييرها وتستند على العقوبه بناء على الفيديو هذا نعم. لان هذا مبارتين شويه انا اقول نعم. انا يعني بالاول الاخير يعني وظيف على هذا ابو احمد انه يعني الرياحي كان زميل لك بالنادي قبل يعني كان زميل معك قبل 3 سنوات يمكن انا مدير كان موجود وللامانه مبارك ترى على خلق كبير اخلاقه انا اعرفه كشخص يعني على خلق لكن استغربت من رده فعل اليوم صح. وهو واسرته الكريمه لكن الضربه هذه العقوبه اكثر من لاعبين الشباب صح لعب موسم لا كان لاعب كاظم مراحل سنيه وهو بعدين راح الغاتسيه لكن العقوبه رد الغاتسيه ما توقف على مبارتين توقف على مبارتين شوف الحكم يعني لا مبين الحكم يمه بس ابو خالد شنو قلت يعني شوف يمكن لقطه الحكم كان مثلا على الكره انه بيشوف في فاول عفوا على الريل مثلا على اقدام مو على يمكن قاعد يطالع مكان ثاني ممكن بالذات هذه ترى والله يحوش ارتجاج بالمو تصرف لا غريب صراحه خلاص ترى انت ما تدري انا فاري ترى كثره الرجوع الى الفار هذا يقلل ترى من تقييم الحكم فعلي تقييم صحيح صحيح تصرف طيب. بشكل سريع غريب للامانه يعني كانه شيء نفس ما قال ابو احمد يعني عدواني كان بين بعض شيء يعني معقوله يعني الضربه الامانه تعور القلب فانا مع الاخوان لابد انه يكون في اتخاذ قرار ابو سعود يا ريت تطمنون له عندكم ان شاء الله في كاميرا طالعه حق اي والله يا ريت تطمن لاعب مميز والله مبارك مبارك ما في شك انه كرت احمد طبعا طيب اخر حاله في ولا خلصت اخر حاله تحكيميه ايضا يعني موقف مبارك سعيد او حاله مبارك سعيد اثرت ايضا حتى على يعني خلينا نقول نفسيات اللاعبين ايضا هنا حاله اخرى وطرد على اثرها بن زكري او بن عزي لاعب كاظم اخذ انذار ثاني ابو خالد وضحت يعني نتيجه المباراه شوي تاثيرها لا هو هذا شوف هذا يعطيك يعني انطباع ان فريق كاظم اليوم داخل المباراه وهو خارج المباراه يعني الاعصاب موجوده مع ان المباراه ما تستحق ان يكون فيها طرد انذارات لانه ماشي قادها احمد العلي واللاعبين ساعدوه الامانه لان اللاعبين القادسيه وكاظم ما شفنا فيه احتجاجات ولا توقف المباراه بالعكس ما تحتاج انك انت تاخذ انت خسرت فريقك وانت لاعب محترف يعني اللاعب المحترف انت هذه من ضمن العقد إن هذا الانذار الاول اي هذا الانذار الاول إيه فهو يستحق الطرد نعم بوبو ابو احمد هو الانذار الاول استحق هو اللي جاب حق نفسه الانذار الاول كانت كره سهله طالت منه انت ايش قلت لك انا المحترفين هالسنه مو مستواهم اللي احنا عهدنا انذار كان سهل الانذار الثاني ترى طبيعي شوف هذا التدافع اللي صار مسعيد هذا طبيعي انذار صحيح يعني ما في افراط بالخشونه والايذاء هذه تصير حتى على مستوى العالم
بين اللاعبين بدأت تدافع هذا يناديهم الحكم انذار انذار. بس انا اقصد انت عندك انذار المفروض يفترض وانت محترف يعني هذا طبيعي بسعيد محترف لازم مثل ما احنا وصلنا كلمه حق شبيب هم نوصل كلمه حق محترف. انت محترف في الاخير محترف انا النادي محتاجك توني مطرود مني لاعب وانت عندك انذار يفترض انك تحكم اعصابك وتعرف تتصرف في هذه المواقف ولكن يستحق طرف نعم. مستحق يستحق الانذار الثاني. احمد على طاري التدافع جماعه ترى الفتره الاخيره احنا بالكويت عندنا ظاهره غريبه ظاهرة يعني جديدة على ملاعبنا لو تلاحظون كل مباراة نشوف نفس المنظرة ما تكلم مباراة اليوم أخسر أسوي هوش آخر دقائق أطق وانطرد أو أسوي لي أدز لي واحد أو أضرب واحد وأطلع فايز أموري طيبة ما يصير يا جماعة إحنا لعبنا كرة قدم والله أذكرها ممكن ما أقولك ما تصير عندنا على وقتنا لعبنا كان تصير بالموسم مرة مرتين ماكسيموم خمسة بالموسم كل مباراه انت تدري ليش يصير كل طالع ابو خالد طالع اي ما يخالص انا بس 100% بس بخالد. شنو السبب ابو خالد تقطع الكره دزك تهاوشوا بينهم انت قول لي شنو السبب لا يتزم ما يصير قول لي ليش تصير كذي يعني انا اشوف ان اللاعبون فيهم اعصاب مو كذي لا 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 يعني حيل ماكو عقوبات ماكو عقوبات صدقني لو كان فتره خيره مسخت لو تتفعل المواد وعقوبات رادعه من لجنه الانضباط كل الانديه بدون استثناء انت طبق العقوبات بشكل صحيح يصير عندك التزام يعني حتى على المحترف يعني الانديه المحترف انا قاعد اعطيك راتب يختلف تماما عن اللاعب المحلي وبالتالي حتى بالطرد انا اقدر اخصم منك كم مباراه لعبنا حكى سوي اربع مباريات ارجع لهم كلهم هواش فيهم انا اربع مباريات كلهم مشاكل انا مختلف لعبتين والله من الليل قاعد طالع التلفزيون نص ساعه هوشه خمس دقائق لعب كره قدم ما يصير طيب قبل اروح حق تصريح الشيخ فهد طلال وابرز ما قاله بعد نهايه المباراه طبعا في خبر وخلى نشكر الشيخ طلال خالد طلال الصباح حفيد سمو رئيس مجلس الوزراء وحفيد ايضا معالي وزير الداخليه الشيخ طلال خالد بتقديمه مكافاه 10,000 دولار للاعبي القادسيه بعد الفوز على كاظمه. هذه صوره الشيخ طلال طبعا اخونا وليد السالم المصدر منه ما يصير يا ابو طلال ما يصير لا لا هذه فيها حق ترى ما يصير تكافئ لاعبي القادسيه ولا ايش رايك ابو خالد ما يصير شنو يكافئ لاعبي القادسيه ايش تبي يكافئ منه يعني ما يصير لا ليش ما يصير لازم حياديه من ليش من شو اسمه من وزير الداخليه راح يجيبوا لك عشاء ما يصير راح يجيبوا لك عشاء ما يصير لا لازم باكر الشيخ احمد النواف يكافئ العربي حقه أربعة رجل أربعة وحق كل واحد بعد تصير مشكلة يقول سمو كافي عرباوية وزير داخلية كافي القادسية ما له شغل مو هذا مو وزير هذا حفيدة وهو من المشجعين نادي القادسية ومتواجد إياه خلاص بالعكس طالب الشيخ نواف نواف كافي العربي يعني إذا فازوا نروح حق تصريح الشيخ فهد طلال بعد نهاية المباراة الحمد لله رب العالمين مبروك للغتساوية جميعا مبروك جهاز فني جهاز إداري مبروك للجماهير الوفية اللي كانت الرقم واحد اليوم في الملعب الحمد لله رب العالمين اليوم أدينا قدام فريق ممتاز بالنسبة لي على الأقل يعني الموسم هذا الموسم الطاف كان الأفضل في الدوري استحق بطولة كأس الأمير اللي طافت وجهة نظري كان الأفضل في الموسم اللي طاف إنه يستحق الدوري لكن أيضا الكويت وخبرته يعني حسم الدوري في الموسم اللي طاف الحمد لله احنا مستانسين على الفريق مستانسين على النتيجة لكن انا اليوم يعني تصريح اليوم شكر لصغرات الكرة الكويتية يعني فهد الانصاري قدم الكثير لنادي القادسية فهد الانصاري قدم الكثير للمنتخب الوطني فهد الانصاري اتكلم عنه كأخ قبل اتكلم عنه كلاعب فهد الانصاري كان يعني اخ وصديق ويعني ايد اليمين في الفريق للامانه رجل بما تحمل الكلمه من معنى فهد الانصاري في عز فهد الانصاري لما كان تجي له عروض خارجيه فهد الانصاري رفض انه يطلع حاله حال بدر المطوع حاله حال اللاعبين الكبار اللي رفضوا ان يطلعون الا موافقه نادي القادسيه هذا الفلوس تروح تي يا ابو مطلق وانا نفهم ان احتراف ومقدرين حتى احنا ترى يبنا لاعبين من انديه ثانيه ايضا احتراف ومقدرين هذا الامر لكن بالاخير لما تطلع
وتاخذ وتستحق وتاخذ عقود وتحفظ يعني قدر ناديك وتطلع تكبر بعين جمهورك ويكبر قدرك عند الانديه اللي بتروح لهم. جمهور القادسيه يمكن احنا وضعنا مختلف عن باقي الانديه، البعض يعتقد لما 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 الجمهور ينتقد ويكون حاد في نقده يعتقد ان الامر شخصي، لا والله انا اعرف الجمهور واعرف شنو يبي الجمهور واقدر هذا الشيء، وصدقني ترى مثل ما يعني الناس تنتقد ترى احنا نسمع وصدرنا وسيع ونتحمل النقد من الكل، احنا ما سكرنا مايكات اي تي في ولا منعنا اي تي في من الدخول، مع ان اي تي يعني عزيز عطيه اكثر واحد يمكن يطلع السالفه من ما ادري من وين، فيعني احنا نؤمن بان الاعلام شريك، نؤمن بان شريك في النجاح وشريك في التطور، نؤمن بان الجماهير هي الرقم واحد، انت بالاخير لا تتكلم عن استثمار ولا تتكلم عن سبونسرشيب ولا تتكلم عن اي شيء اذا ما في جمهور اللي هو الزبون اللي راح يشتري الفريله ويشتري اللبس والتريننج، حتى في النهايه احنا عندنا جمهور ونقدر هذا الشيء، احنا عندنا شعب وطن نقدر هذا الشيء ونقدر نقدهم، مثل ما نستانس اليوم في 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 مدحهم للفريق، الحمد لله اليوم الكل راضي، لكن احنا نقدر هذا الشيء، وانا قلتها في السابق بعد ما حققنا الدوري في 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 كرة الطائرة، قلنا احنا محتاجين للنقد اكثر من المدح، المدح يعني احنا عارفين قدرنا عند الجماهير، اتكلم عن يعني باسم الشيخ خالد رئيس مجلس الإدارة اسال الله يشافيه، وباسم مجلس الإدارة نعرف قدرنا عند الجماهير ونعرف ان الموضوع ما هو شخصي انما هو نقد بناء لرفع مستوى النادي وللمصلحه العامه، ولا الشك في اي شخص، مو احنا اللي نسوي كذي، مو احنا اللي نسكر ال مو بس الميكروفونات التعليقات في تويتر، مو احنا صدرنا وسيع ويعني وقلبنا مفتوح قبل مكاتبنا. اتحاد القدم بالنسبه لنا من الناحيه القانونيه اعتقد ان 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 غير شرعي، بل واحنا قدمنا طعن في هذا الامر، واعتقد الكل شاف تصريح الحميد السبيعي بعد ما تم رفضه من 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 الخصوم في موضوع انتخابات الاتحاد والطعن في الاخ عبد الله الشاهين. في المقابل الاخ عبد الله طريجي اللي الكل يعرف توجهه، احنا طلبنا رفض الاخ عبد الله لكن هيئه التحكيم يعني رفضت طلبنا. احنا عارفين الوضع الرياضي شنو كان الاخر 10 سنوات، ليس فقط الوضع الرياضي، الوضع السياسي، الوضع الاقتصادي، الوضع الاجتماعي، كل شيء تدمر في الكويت، لكن احنا نؤمن بان القياده السياسيه عندها نظره، بان القياده السياسيه ما تكلمت عن تصحيح المسار الا تقصد تصحيح المسار في كل شيء بما فيها الرياضه. يمكن تاخرنا شويه في الرياضه لان بالنسبه يعني للحكومه يمكن عندهم اولويات، احنا نقدر هذا الشيء، لكن باذن الله الاصلاح باذن الله سياتي بالرياضه، وباذن الله سنفرح، وباذن الله يعني تتعدل الامور كلها، والفساد ما له تاريخ صلاحيه. يعني انا اقول لك مباراه باكر يعني كلاهما مر، يعني العربي ولا فحيل، لكن احنا بالنسبه لنا اذا فريقنا ما شاء الله تبارك الرحمن لا قوه الا بالله بيلعب هذه الروح وهذه القتاليه وهذا الاداء، اعتقد ما نخشى احد. بس سؤال فهد الانصاري، عفوا، والله بطلع من هنا بروح المستشفى ان شاء الله، والله هو يعني يبدو انه يعني تعبان، اسال الله يشافيه ويعافيه، بس انا لحقت على اخر شيء قبل اركب الاسعاف، اسال الله العظيم رشي العظيم ان يشفيه ويشفي بعض المسلمين، يعني ترى الرياح يقول ما يدري انه قول، يعني من كثر القوه تطقه، اي والله يعلم الله، لكن اسال الله العظيم رشي العظيم ان يشفيه، وان شاء الله نطمنكم عليه بعد شوي باذن الله. شكرا شيخ فهد طلال، وشكرا لتجاوبه مع وسائل الاعلام، وهذه مو غريبه يعني على الشيخ فهد طلال، دائما في اي مناسبه متعاون مع وسائل الاعلام صراحه ومع رجال الاعلام، والدليل هالمايكات ما شاء الله الكثيره اللي موجوده امامه دلاله على تقبله للراي والراي الاخر، تقبله للنقد، تقبله لاي ملاحظات تتم حول الفريق، واستقباله الاسئله بكل أريحية. هنروح حق فاصل وبعدها إن شاء الله بناخذ بعض الاتصالات الهاتفية، وأيضا عندنا مباراة السالمية وكاظمة، وعندنا أيضا إن شاء الله لقطات خاصة لبرنامج الديربي. لا آسف السالمية، وعندنا لقطات إن شاء الله خاصة لبرنامج الديربي
حول طبعا إصابة أحمد الرياح. صباحكم الله بالخير. اتمنى من الاخوان المتصلين ترى ما في وقت عشان لا اقطع عليك، وعندنا مباراه السالميه وعندنا لقاءات بعد السالميه وعندنا ايضا فيديو خاص مباراه في احمد الرياحي، فاتمنى الدقيقه بشكل سريع. ابدا مع اخوي فهد. صباحك الله بالخير. هلا بسعود، صباحك الله بالخير. يا حياك الله بسعود. اول شيء صباح لك، صباح الاخوان الموجودين عندك بخير. صباحك الله بالنور. بسعود، متى ما حضرت العداله حضر نادي الغاسية، وهذا نادي الغاسية. إذا حضرت العدالة بالملعب مع نادي الغاسية، نادي الغاسية يرجع كل نادي إلى حجمه الطبيعي. فاليوم نادي الغاسية أثبت وجوده، وأثبت أن نادي الغاسية يمرض ما يموت. حضور جماهيره بلاعبينه يقدم المستوى اللي احنا جماهيره كنا نتامل فيه، وانا كنت متوقع النتيجه هذه ان الغاسيه راح يفوز اليوم، لان الغاسيه رجعت الروح عنده بحضور بنياك، وهذا الغاسيه متى ما رجعت العداله يا ابو سعود، رجع نادي الغاسيه ورجع كل نادي لحجمه الطبيعي. من يكون النادي باسمه بتاريخه يرجع لحجمه الطبيعي امام نادي؟ بس ما يصير تقول اخوي فهد نعم فيك. هلا بس هلا يا اخوي، كل نادي له تقديره، ما يصير تقول كل نادي يرجع لحد مخال. انا مو داش وياك اتناوش المقصد، والنعم فيك والنعم فيك، هذا رايك بس لا تنزل من قدر الانديه، ما يجوز. احنا لاعبين لعبنا سنين ما نزلنا من حجم الانديه، كل نادي يمر في ظروفه، ولكن قادسية استحق الفوز ونادي كبير، ولكن ما يصير كل نادي يعرف حجمه الطبيعي والعداله. خلي يوضح ما يصير يا اخوي، ما يصير. خلي يوضح. أنا برد عليك الحين، كلمتي هذه لناس طلعوا بعد البرامج الرياضية، قلل من نادي الغاسية، ومن ضمنهم ناس من مجلس إدارتكم، قلل من نادي الغاسية، وقال أنا نادي الغاسية ما أنظر له بشيء. من هذا؟ منو فهد؟ منو؟ ما راح أذكر بسعود. تقول أنت طلع وقال تكلم. فعندنا الرد عليه، نقول له هذا نادي الغاسية، إذا حضر نادي الغاسية حضرت العدالة. طيب. اوكي، شكرا لك يا اخوي فهد. ما يقول حجم الطبيعي، ترى كل انديه لها احترامها. اخوي فهد الحين انت الاتصال، كل نادي له احترامه وتقديره. بس اذا فعلا احد من اعضاء مجلس الاداره متكلم بغض النظر، بس سعيد انت ما تطلع بالتلفزيون. ليش ما رد على ان شاء الله اخوي مجلس الاداره، ان شاء الله يعني احنا ما سمعنا تصريح، ولكن يطلع بهالطريقه وبهالاسلوب وهذا، والنعم فيك كشخص انا ما اعرفك، ولكن كل نادي له تقدير واحترامه، حتى الاصغر الانديه في الكويت. صحيح. ما يجوز تقول هالكلام يا اخوي. طيب. كل نادي له تاريخه، له انجازاته، له احترامه، له تقديره. ان خسر كاظمه خسر. انا اتكلم عن عداله، ماكو يعني ما كان في ظلم بين القادسيه وكاظمه اليوم او ما يقصد على المباراه. لا ما يقصد، اي يعني انت يفترض يعني انك تفهم طايره يا ابو احمد. المهم اوكي، خلا عداله بالتحكيم. اخذ اخوي لحظه قطع. لحظه حبيبي، هذا ما كلمت قطيته، قال لك في واحد مجلس اداره كذا مصرح، شكو تفهمها طايره بس. يحيى صباحك الله بالخير. يحيى السلام عليكم. حياك الله يا اخوي، أمس عليك وعلى جميع الكبات اللي موجودين عندك. الله حياك الله. أول شيء مبروك النادي السالمية، لأن المباراة كانت صراحة ما هي جميلة بالمرة يعني. صحيح. ومبروك نادي القادسية، المباراة كانت جميلة جدا، وحقيقة يعني اليوم القادسية دفاع تمام، وسط، كل الأمور طيبة، وذكرنا قادسية زمان صراحة. أقول لهم ألف المبروك مني أنا أرباوي، ولكن اللعب الجميل يطلبك صراحة. نقطة اللاعب مبارك سعيد. صراحة أنا لو أنا في الاتحاد الكويتي أقل شيء والله 6 مباريات يتوقف، لأنه هذه قالها الكابتن شهاب، هذه وحشية، هذه ما هي كرة قدم. أقسم بالله كل ما أشوف لاعب يعمل كذا لا يحس النفس صراحة، هذه أصبحت كأنها مصارعة، ما كأنها يعني كرة قدم. في نقطة برضو قالها الكابتن مؤيد الحداد، اللي هو
ما في عقوبات. يعني الكابتن اللي عندكم انا والله ما اعرف اسمه اللي قال كل مباراه اصبح فيها مشاكل، كابتن نواف المطيري لاعب القادسيه الله يحييه على راسي من فوق، الله يعز راسك. الكابتن مؤيد قال انه فعلا ما في عقوبات، وانا فعلا كل مباريات فيها مشاكل، لو في عقوبات رادعه صدقني والله ما تذكر هذه الامور. مره ثانيه الف مبروك، مشكور، وباقي بكره العربي ان شاء الله يفوز ونشوف مباراه جميله جدا ان شاء الله من العربي والقادسيه ان شاء الله يا رب. الله يحفظكم ان شاء الله. الله يحفظك يا حياة. الله يعطيك العافية وتحياتنا لأهلنا في المملكة. أخوي محسن ابن محسن صباحك الله بالخير. الله بالخير أخوي عبد العزيز. يا حياك الله. سلم عليك وسلم على الجماعة. حياك. نخص والله يحولون الجماعة نخص أخونا أبو خالد. الله يبارك. بمناسبة فوز الغاتفية أنا دعوة لكم الجماعة الموجودين في المطعم الوقت اللي تختارونه. عشاء لا تيب طاري المطعم والعشاء يا معود طالع كرشة كبرى صار اي مطعم عاد يا انت قلت عشاء كان يبتسم اصلا اي ما اي مطعم انت بس قلت عشاء كان يبتسم انا ما اقدر اسوي دعايه يعرف ابو خالد خلاص لا لا يقول عادي احنا مسموح لك تسوي دعايه قله فاتح الحين لا المطعم يبتسم خلاص اوكي فاتح العين عبد المحسن بس القدساوية ولا شنو لا انت على الراس الفوق بس القدساوية لا قلت الجماعه الموجودين ما قلت انا ما قلت اسويه الله يعطيك العافيه الله يكثر خيرك الله يكثر خيرك حضوركم يشرفنا ما لنا شغل بالغطس الله يبارك فيك يسلمك وعشان عيون ابو خالد اللي يعز عليكم بعد الله يعز غالي الله يبارك فيك يرفع قدرك ان شاء الله يعطيكم العافيه كثر الله خيرك خلاص الموضوع عندك خلاص في تدور هيك شو غدا وعشاء احمد تبي اونسي يعني مسج قال يبغى 2000 دولار حق عزيز لا ما ابي ابي العشاء ما تبي 2000 لا ما ابي حق فرع يعني يستاهل خذ العشاء انت طيب اخذ بندر صبحك الله بالخير صبحك الله بالنور اخوي بسعيد يا حياك الله صبح عليك وصبح على الكبات الموجودين حياك الله اولا نبارك للامه القدساويه هذا المستوى والعوده الى الانتصارات هارد لك للاعبين جماهير واداريين نادي كاظم انا اخوي عزيز مداخلتي شوي غريبه بتكون تفضل الكل للامانه لاعبين نادي كاظم في البدايه واداريين نادي كاظم يستنكرون فعل لاعب مبارك سعيد على الضرب المتعمد اللي حصل ولكن شدني تغريده لمن يدعون انهم اعلاميين كلامي الأخ يعني إذا أقدر أقول اسمه إيه عادي عادي الأخ نواف الخميس بس ما يصير تقول يدعي إعلامي هو إعلامي و... إعلام أوكي. لا 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 رأي نواف الخميس إذا نعم. إذا إعلامي إذا إعلامي يجب عليك أنت التدخل واستنكار ما قاله نواف الخميس شنو قال تغريدة شنو قال يسلم يسلم كوعك المبارك لا لا يسلم كوعك شنو؟ يسلم كوعك المبارك يسلم كوعك المبارك اي اتمنى يمكن ما يقصد يمكن ما يقصد مبارك سعيد يا ابو سعيد انت شلون دخلت بالنيات يعني؟ لا لا ابو سعيد انا اتمنى تعرض التغريده توقيت التغريده انا ما اقول لك بالنيات هو يفسر اللي يقوله ولكن احنا كجماهير نستنكر هذا الكلام واتمنى من كل اعلامي يستنكر هذا الكلام يا انه يطلع يوضح الكلام ولا الكلام مقصود يا اخوي اللي كاتب اللي شفته اليوم يسلم كوعك المبارك يعني ما فيها اي تفسير اخر انا اتمنى اخوي انت اعلامي يا اخوي عبد العزيز اتمنى دورك ودور الاعلاميين استنكار هذا الفعل انا اتقبله من مشجع اتقبله من متعصب نتقبل ولكن تتقبل من اعلام يطلع في قناه في تلفزيون الكويت الرسمي في بعض البرامج وتقبل من هذه التغريده لا فيها علامات استفهام انا نعم. اطلب منك طيب. عبد العزيز استنكار هذا الفعل يعطيك طيب. العافيه والله يا اخوي عشان اكون منصف معك هذا حساب نواف الخميس كما هو واضح امام الساده المشاهدين اذا مخرجنا مسعود انا اعرف لا بس عشان اوري الاخوان ما قاعد اشوف التغريده صراحه ما اشوف مسعود انا اعرف نواف الخميس وابو عزيز واعلامي ورياضي
اذا فعلا التغريده ما شوف يمكن بالردود هو على العموم يا لا حق لا حق انه يطلع مثلا ويتكلم ويصرف اذا فعلا قال ما نرضى هالشيء لكن انا اقول يا جماعه الخير انا بعد اعرف يا جماعه الخير عشان احنا نرتقي مثل هذه الامور ليش احنا صار بيننا مناوشات بالتويتر واتهامات وضرب هذه كرة قدم بالنهاية كرة قدم فيها فوز وفيها خسارة من اللي يكون حاضر ذهنيا وفنيا وبدنيا في المباراة هو راح يتقلم من يستغل الفرص ويسجل هو اللي راح يفوز هذه كرة قدم ما نبي نوصل إلى المرحلة هذه احنا دائما نقول الثقافة مو بس حتى عند اللاعبين عند الجمهور عند النقاد عند الإعلاميين احنا من واجبنا يا جماعة الخير أو المستمعين من واجبنا أن نوعي ونقوله ونحذر من هذه الامور ترى هذه الامور لا بس التوضيح ابو محمد ابو خالد عشان نكون منصفين مع الاخ نواف بندر الظفيري هذه التغريده يقول تصبحون على خير وبالذات زلم شفته اليوم يسلم كوعه المبارك فعلا يعرف حق اشباه الرجال اللي يلبسون تيجان ويتميلحون بس طبعا هو كاتب هني اللي هاجموني بالمنشن بيني وبين ربي ومو مسؤول عن فهمك او فهمه تغريدتي ما لها علاقة بالرياضة ولا أي نادي صحيح. اليوم ولا علاقة لها بتعصب أطفال ولا ميول شيء خصني ولا مضطرة فسرح حق أي أحد يمكن شفتها بشارع أو مجمع أو حتى بشاشة بنتفليكس ومو كل كلام أكتبه أحتاج شرح أسبابه وظروفه ما عندي تعليق بس بعد هذا سعيد أكثر من التبرير هذا دليل الموضوع يعني هامة لازم نأخذ هنا نحسن النية يعني أنا أقول كشخص أنا أعرف نواف الخميس هذا الأمانة وعزيز أوكي يعاير نادي القادسية يعاير جمهور ونفس الطريقة إحنا نتحرش فيهم إحنا ورا المباراة لكن نبقى أخوان لكن توصل لمرحلة إنه يقول يسلم كوعك على واحد ممكن يموت لا ما أعتقد وأشباه الرجال ما أعتقد ما أعتقد نواف تطلع منه الأمور هذه أنا والله مو دفاع عنه وبالذات إنه إعلامي ورياضي وناقد لا إنسان بغض النظر خلي إعلامي ما في إنسان يشمت إذا فعلا إذا فعلا إنه قصده أمر ثاني يطلع ويتكلم لأنه ما يطلع من بعد زوز أنا عارف شخصيا هو كاتب يقول لك أنا من واجب إني أشرح إي بس لا أفسر ومن حق الناس تفهم شيء ثاني وهو لو لا أنا رسالتي حق الإخوان القدساوي الأخ بندر وكل الإخوان يعني شوفوا يا إخوان ترى اليوم قانون الجرائم الإلكترونية ترى يعني بدأ استغلاله بصورة للأسف بشعة جدا أي تعليق أي يعني أي كلام يقال على طول قضية ومحكمة وخمسة آلاف دينار أنت في غنى عنه من يبي يكتب ويتكلم فهذا أمر يخصه وأمر شأن يعني فأنا نصيحتي حق كل الإخوان منهم الأخ بندر الظفير اللي دخلوا ويانا لا تنظرون إلى أي أمر وتقعد تعلق عليه وتتكلم فيه وتتطرق له كل شخص يتكلم بأسلوبه وبرأيه ووجهة نظره أتكلم عن بشكل عام عشان لا يفسر كلامي ردا على نواف الخميس ولا ما لي شغل لا بنواف الخميس ولا اللي يكتب أنا أتكلم بشكل عام عما يكتب في تويتر كل شخص يكتب بأخلاقه بأصله بتربيته بأسلوبه فاليوم أنت يعني كل الإخوان أنا أتكلم عن كل الإخوان لا تدخلون في يعني متاهات أنتوا في غنى عنها باكر ما تسوى عليك والله تعال داقين عليك نيابة الإعلام ولا داقين عليك تعال عند وكيل النيابة حق شنو يعني عشان موضوع ما يسوى تبي تعلق ولا ما تبي تعلق يا رب بسعود يعني لا فأنا أنا هذا رأيي أنا ما أتكلم أرجع وأكرر وأوضح للتأكيد ما لي علاقة في موضوع أنا قاعد أتكلم بشكل عام ما لي علاقة بتغريدة نواف ولا شنو كاتب فيها ولا راح أعلق عليها ولا تعليقي عليها أصلا لا من بعيد ولا من قريب أنا تعليقي بشكل عام يا أخوان وخروا عن هالأمور ولا تردون على أي 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 تغريدة لا تعبر عن 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 أخلاق وأهل الكويت اللي دائما لما يشوفون شيء سلبي يقولون والله عيب ولما يشوفون شيء ايجابي يقولون طيب مسعود انا يعني واتساب ان نواف الخميس ما يقصد اللاعب نفسه ما يقصد انه عن موضوع احمد رياحي نعم ويتكلم على واحد ما له علاقه باللاعب نعم طيب هذا التوضيح زياده مسعود كلام مسعود ترى كلامه واقعي يا جماعه الخير طبعا ما توصل تعصب انا اصلا اتكلم بشكل عام عن القانون المرئي والمسموع فهذا يعني احنا نقول هذه بالتالي رياضه رياضة خلقت للتجمع خلقت للتنافس خلقت لإسعاد الناس يعني مو معقولة الآن حنا يعني بسبب
الشحنه اللي قاعده تصير توصل الى النيابه، الرياض عمرها ما راحت للنيابه. صحيح. صحيح. اخر اتصال مراكان، واسف اني تاخرت عليك. العقل الحلو. الله يسلمك ومبروك فوز القادسيه. تهنيك تهنيك تهنيك، عسى الله يتمم عليك بفكرك وعقلك واحكامك وكل ما تقوله. الله يسلمك. انت ومجموعتك يا زين العقل ويا زين الثقل. اقول هذيل اللي تكلمون اضعاف العقول وخلوهم يحكون، واقول لك مبروك القادسيه والف مبروك يستاهلون حق القدساويين كلهم. مبروك لك يا عمر. ان شاء الله يبارك يا بعد قلب ويا زينك يا زينك، عسى الله يتمم عليك يا رب يا كريم. انا ولا عزيز انت كل الموجودين وعزيز عاد عزيز عزيز هذا عزيز وغالي. الله يغالي هذا. انتم ما تشوفون ايش يسوي يا حرج ترى انحرج مكان انحرج عزيز ايش يسوي يا عان يبي مطعم قاعد يذبح عمره عزيز علشانكم. الله يسلمك. قاعد يتحمل يتحمل وتعلم متى ايش يسوي والله هو اللي بيروح النيابه. اي والله يتمم عليكم. ومتى تبون ومتى تبون النقصه الحلوه تقولي قولوا لي اليوم الفلاني. طول عمرك الله يخليكم. الله يطول عمرك. الله يطول عمرك يرفع قدرك يا امراك. عاد شو تضبطينا فيه يا امراك؟ انت بس دورك. نعم. شو تضبطينا فيه؟ شنو الشيء اللي متميزه فيه؟ ها يعني مجبوس. عليكم انتم بتقولوا موجودين شنو تبون؟ والله اقول امك طباخه عاد لا تقول لي. الله. ها ها عاد انت عاجل ما تطنز. لا لا والله ما تطنز والله لا بالعكس. لا والله مو يمك والله مو يمك. اقول شنو احسن طبخه شنو احسن طبخه تضبطينها يعني شنو تبي؟ نعم كله اضبطه كله اضبطه ما شاء الله. الله يحفظك واللي سلمك واللي سلمك الله يهني اللي عندك عيل. الله يهنيهم متهنين اي بلايا داعي انت على تناحم. تسلم ايدك وما قصرت يا مراكان. نبيك سالمه نبيك الله يطول بعمرك بس وما ننحرم من صوتك ومداخلتك هذا اللي نبيه ان شاء الله. يا زينكم بسم الله عليكم. الله مبروك للغادسيه وخيرك سابق. الغادسيه خلاص وصلت ان شاء الله ان شاء الله. الله يوفقكم الله يوفقكم. وعادت بوجودكم ان شاء الله بوجودك يا امراكان. خليكم على هالموال وعلى هالحفه الحلوه. الله يسلمك. وخلوني حجون ما لكم شغل فيهم ان شاء الله. حاضر حاضر حياكم الله. الله يحييك مع السلامه. شكرا يا امراكان. على الف خير. وانت مهلا ان شاء الله. خلينا نشوف اخر مستجدات الحاله الصحيه لاحمد الرياحي. احمد الحمد لله على السلامه ما تشوف شر الحمد لله رد لك وعيك. الله يسلمك اخوي خلف. الحمد لله الحين اموري ابشر يعني الجمهور ان اموري احسن الحين. اول ما وصلت يمكن ما كنت مستوعب ولا شيء حتى بالملعب للحين ما ادري شنو صار بالضبط، لكن الحمد لله اموري افضل الحين قمت استوعب شوي شوي. وابارك حق جماهيرنا هذا الفوز واقول هارد لك حق كاظمه وجماهيره. تدري انك سجلت هدف ابو رياحي؟ والله قبل خمس دقائق دريت. الحمد لله. الحمد لله. السلامه. الله يسلمك. جالك اللاعب اللي تسبب اصابته. والله صراحه يعني مبارك انا يعني ترى مبارك صاحبي يعني حتى برا الملعب، فاتمنى يعني ان الجمهور لا يقسو عليه، اكيد حركه مو مقصوده منه. وياني المستشفى وكان موجود وتطمن علي وقعد معي لاخر لحظه وتوه ماشي والله قبل شيء ماشي. شفنا فريق غاتسيه كله متواجد بالرياض. والله نادي الغاتسيه دائما احنا اللاعبين كلنا على قلب واحد، سواء انا ولا لاعب ثاني راح تشوف اللاعبين كلهم موجودين. تواجد مبارك سعيد في مستشفى الاميري في طوارئ مباشره مع اللاعب احمد رياحي، اتوقع اصابتك كانت قويه مبارك. اي والله للامانه انا اول شيء اعتذر حق رياحي واهل رياحي واعتذر حق الجميع يعني بالتصرف اللي طلع مني هذا يعني انا للامانه ما اقصد ووايد يعني مندبني ضميري اني انا سويت الخطا اني تصرفت بهالطريقه اللي ما تليق لي ومو مني تطلع يعني هالتصرفات ويعني ما ادري ايش اقول الصراحه وايد يعني ضيق خلقي موضوع رياحي صراحه وايد متاثر بصابته. اي وايد والامانه والله لان ما اقصد
وما اقصد نهائي اني انا يعني احوش على وجهه للامانه، هو يعني شوي كانت في اعصاب بس اني اعور على وجهه ما كان قصدي للامانه كلش. طمنت عليه؟ اي الحمد لله اموره طيبه اللهم لك الحمد، تو صح واموره الحمد لله 100% سليم. قالك شيء؟ لا ضحكنا كنا قاعد نسولف قبل المباراه وعادي وبانستغرام وكذي يعني، كان سبحان الله كنا يعني قاعد نضحك ونسولف بس سبحان الله يعني مباراه منشحنت وكذي صار اللي صار يعني. ما تفكر موضوع والله ممكن ايقاف ممكن عقوبه؟ والله اي شيء اللي يعني بيطلع بحق يعني انا راح اقبل فيه للامانه يعني، لان التصرف مو تصرف لاعب يعني للامانه، اذا في عقوبه يعني استحقها للامانه تكون انا صادق. شكرا اخوي خلف الله يعطيك العافيه، شكرا لاخونا ابو حمد احمد الفضلي امانه يعني، اول ما قلنا له ترى الوقت تدرون متاخر ونبي كاميرا فما قصر صراحه. نشكر المصور، انا ما ادري منه اللي طلع مع اخوي خلف لكن اخوي مشاري الله يعطيه العافيه مو غريب عليه. هذا يعني هذا المتعه في عملنا في قناه الاي تي في، ما شاء الله الكل على قلب واحد من اجل يعني ايصال صوره ورساله لمشاهدينا، فالله يعطيهم العافيه. خل اشكر اخوي مبارك، هذه صوره له لما راح حق احمد الرياحي اذا مخرجنا بس يعرضها يعني. هذا ارجع واكرر دائما اقول، يمكن لما علقت قبل شويه على موضوع التغريده وتويتر والامور هذه يعني التويتر بشكل عام، هذا ديدن اهل الكويت. اليوم واحد لما يخطئ لما يتصرف يحس انه اخطا يعتذر للجميع، يعتذر للكل، فهذه هذه الامور اللي دائما تعبر فعلا عن معدن اهل الكويت، معدن الكويتيين، معدن من يعيش على هذه الارض من مقيمين. فانا ما عندي اي تعليق زياده لكن اشكر شجاعة مبارك بالفعل، شجاعه من الامانه يعني، حتى من الخوف سال السؤال انه شنو الاجراء اللي راح يكون لك، يقول انا متقبل عارف بالخطا وبرافو عليه انه راح تطمن على اللاعب، ونفس ما قال هم ربع واخوان وتحصل صحيح. هذه مشاحنات، وانا اقول شجاعه منك يا مبارك انك شوف هذا الشخص داخله نظيف مبارك من خلال تصريحه، من خلال التصرف اللي عمله مباراته خالصه حس بالضمير، وهذه تحصل في كرة القدم في الملاعب، مشادات، واحد يطلع من طوره يفقد اعصابه، لكن يحسب له انه هو راح لزميله او صديقه او اخوانه. واتمنى يعني هالشيء هذه يعني هالاشياء هذه لا تتكرر، لان انتم كلكم اخوان وهذه كره ورياضه. صح. اللي يفوز اصفق له اقول له مبروك خلاص، انا مو بيوم اليوم، وهذه تحسن المبارك وبارك الله فيك، وان شاء الله احنا نعرف من خلال تصريحك انك صادق ومن قلبك انك تتقبل اي عقوبه تجي لك. صراحة يعني أنا بتكلم يعني مثل ما تفضلوا الجماعة، هاي شجاعة منه كلاعب إنه يعتذر، وإحنا قلنا أخطأ وكان تدخل لقصد الإيذاء للأمانة يعني، لما تشوفه بالتلفزيون وما زلت أقول هذا تدخل كان قصد الإيذاء. فلما يجيك لاعب عارف في خطأ ويقول أتقبل أي عقوبة، فهذه تدل على أن عنده ثقافة رياضية بالقرار اللي راح يؤخذ في حقه. نعم. فإن كانت أكثر من مبارتين فينبارك، تأكد أنك تستحقها لأن التدخل كان خطر يعني، أنت بغض النظر عن صحبتك مع أخوك. نعم. أحمد الرياحي كان يعني يمكن لا قدر الله اللاعب يفقد عينه يفقد هذا، كان. نعم. تدخل جدا خشن، ولكن أقول لك شكرا على شجاعتك وتصريحك وتواجدك لأخوك. نعم. أحمد الرياحي في المستشفى مشكور على هذه الروح. نعم. بمبارك أنت أقرب يمكن حق مبارك، مثل ما قال أبو خالد شخص نظيف، والدلالة مثل ما ذكر سرعة انتقاله للمستشفى. مبارك يمكن الفترة اللي أنا مسكت فيها بنادي الغطسية سجلناه يمكن ثالث شهر أو رابع شهر للأمانة، كان أعتقد كان يدرس برا أو شيء. احتكيت معه الولد جدا خلوق للأمانة. أنا إيش قلت لك مساء باللغة؟ قلت لك استغربت إنه ضربه مع أحمد لأنهم هم ربع. تفهمت الفكرة؟ نعم. نعم. فالولد جدا خلوق محترم يحرجك لما تتعامل وياه. التصرف الاخير قد اكون انا تفسيري للموقف ان اللاعب ما قاعد يلعب الفتره الاخيره، ممكن يكون نازل مشحون متضايق، النتيجه فريق خسران. نعم. رده فعله ممكن لما حاول انه يضرب هذا ما يدي من اللاعب اليمينه. نعم. فبعدين. نعم. استوعب وقال كلمه حلوه ترى، قال انا راضي باي عقوبه، اهم شيء اني اطمن اعرف يجي. نعم. هذا يعني كلمه كافيه. نتكلم على تصريح الشيخ ممكن. والله عندي إيه والله مباراه سالميه، والله يا اخوان عندي مباراه سالميه، ترى شيء مهم هذا. تفضل. ما راح اطول. هذه يعني طبعا احنا نشكر
الشيخ فهد بوضاري على وزاعة صدره وعلى تحمله للنقد، لكن ثق بالله احنا كقدساويين متواجدين هنا لما ننتقد نادي القادسية اكو شيء غلط قاعد يصير، لكن شيء يحسب لك يا بوضاري انك تقبلت النقد وعالجت الاخطاء، سرعة تفاعلك بقالة المدرب، ودائما في كرة القدم لما تغير مدرب تجيب مدرب تصير النتائج كلها ايجابية للفريق، وهذا شيء جميل. وتكلمت عن دور الاعلام، ودور الاعلام هو جزء من التطور، الاعلام اذا كان هناك يعني الاعلام صادق، والله الحمد احنا كل المجموعه المتواجده كلها صادقين، ما نبحث عن شيء، انما احنا قاعدين نشوف خطا ومن واجبنا ان نقول لكم، فالف شكر لك على سعه صدرك وتقبل النقد من عندنا. تفضل مبارك. اضيف علي اني الامانه الفريق بالست سبع لعبات الاخيره بدا يرد القادسية اللي تعودنا عليه اللي نعرفه خلال ثلاث اربع سنوات ما شفنا الفريق هذا. اتمنى يا اخوي بضاري يعني مثل ما قال لك اخوي الكبير انك انت غيرت، قاعد تجاوب، قاعد تتفاعل مع الجمهور وكلام المحلل، اتمنى الفتره هذه فتره هدوء، فتره تبعد الفريق عن الامور هذه كلها، اتحاد شرعي اتحاد مشرعي هذا كله ما يعني، انا قاعد ياخذ بطوله ما يهمني منه بالاتحاد موجود. فاتمنى منك ان الفتره هذه نركز على الفريق عشان الفريق باقي له محطه واحده ونوصل نهائي نتشرف في مصافحه سيدي سمو العهد ان شاء الله في المباراه النهائيه. طيب مباراة سالمية وبرقان طبعا نتيجتها كبيرة، خلينا نشوف أول شيء ردود الفعل بعد نهاية المباراة، بعدها راح ناخذ رأي الإخوان وتحليلهم لهذه المواجهة. يوسف وصلكم كتاب من لجنة الانضباط يتهمونك انت بالتعدي على الحكم والشيخ ترك اليوسف بالتلفظ على فهد الهاجر وعلى الحكم. لا شوف بالنسبة لي انا ما يمكن كان في حوار بيني وبين الحكم، بس يوم خذيت الكرت الاحمر صعد فوق على المدرج، الكتاب كان فيه خطأ اتوقع ان انا عقب الطرد دشيت الملعب، هذا ما صار وفي كاميرات راح تثبت الشيء هذا. اما بالنسبة للي صار بين الشيخ تركي وفهد الهاجري الكل شاف الحدث وكاميرات موجوده واكيد لجنه الضباط لها الحكم يعني. تقرير للحكم مراقب المباراه مراقب الحكام يتهمكم انتم السبب. لا شوف يمكن هذا الكتاب بقول لك يمكن الكتاب هذا موجه حق نادي السالميه، في كتاب ثاني اكيد حق نادي الكويت، فهذا اللي ما حد يدري عنه، فتوقع على الاسبوعين راح يبين كل شيء مع لجنه الضباط. هذا اللي بسالك، كتاب السالميه انتشر بس الكتاب الثاني في كتاب ثاني ولا سبب عدم نشره؟ لا الكتاب الثاني موجه حق نادي الكويت، فما ادري من اللي نشر كتاب السالميه، وكتاب الكويت اكيد يعني مستحيل ما في كتاب حق نادي الكويت في استدعاء حق فهد الهاجري، فاللي انتشر كتاب السالميه كتاب الكويت ما انتشر، ولجنه الضباط لها الحكم ان شاء الله. تعتقد متعمد عدم نشر كتاب نادي الكويت؟ لا ما في شيء متعمد، بس ما ادري من اللي سرب الكتاب. نفسي رديت على الكتاب ولا بعد؟ ان شاء الله في رد راح يكون الكتاب، لان الكتاب اساسا خطا يعني. الاحداث اللي صارت خطا ما صارت كذي تنفونها يعني ما فيه. اكيد ما يبي لها الحمد لله كل حال. قلت لك نادي السالميه هاردك نادي برقان اداء ونتيجه، قدمنا ما اللي قال كابتن محمد ابراهيم، يعني هذه خطوه ثانيه، باقي اخر خطوه للدور الاربعه ان شاء الله نقدم مستوى ونركز على المباراه الجايه وان شاء الله نوصل النهائي يا رب. حاولنا ان نقرا السالميه لكن ما توفقنا في قراءه المباراه من البدايه، التحضير الذهني ما كان حاضر، الجهاز الفني مدرب ولا مساعد مدرب، كلنا بشكل عام احنا اللي نتحمل الخساره، اللاعبين الله يعطيهم العافيه اجتهدوا وطبقوا التعليمات اللي مطلوبه منهم والحمد لله. تعتقد الاهداف اللي دشت مبكر اثرت عليك؟ اكيد تاثر، الحاله الذهنيه اول خمس دقائق 2-0 مباراه كاس صعب انك ترجع، بالذات انه يعني نفس ما قلت لك هي حالة ذهنية من اول دقيقة انت مو حاضر، خلاص صعب انك ترجع وانت خسران نفس ما قلت لك، والسالمية استغل عدم الحضور الذهني. طيب كابتن اللي نسمع انه في مشاكل في الادارة اثرت عليكم كلاعبين كجهاز فني على الفريق؟ لا هي مشاكل مجلس الادارة تخص مجلس الادارة، كلمك جهاز فني لاعبين احنا بعزلة، بس ما يعني اللاعبين الله يعطيهم العافية ما قصروا. انا حريص اطلع باللقاء هذا اكثر من اي احد من اللاعبين يعني، لان انا اول لاعب وحنا المدرب ما له اي علاقه ولا جهاز فني ولا جهاز اداري بالمستوى اللي ظهرنا عليه اليوم، احنا اللاعبين نتحمل مسؤوليه الكامله في المباراه، قله التركيز، ما كنا جاهزين بالتمارين اللي قبل المباراه وهذه اهم المباراه نفسها، فاحنا نتحمل مسؤوليه
وهذا اللي انعكس علينا داخل الملعب وطلعنا بالنتيجه هاي الثقيله اللي ما ترضي حتى مشاهد. ما طبقتوا خطه المدرب؟ بالضبط حاولنا لكن قله التركيز يعني. وارد واقول اللاعبين وانا اول واحد اتحمل اللي صار اليوم. نقول مبروك لنادي السالميه مجلس اداره جهاز فني اداره جماهير ولاعبين ونقول هارلك لبرقان. ابو خالد نتيجه غير متوقعه في دور ثمانيه من 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 بطوله غاليه يعني. هو صحيح طبعا بس ابو سعود نقول احنا في كره القدم في فوارق كبيره طبعا في المهارات في الامكانيات سواء كان على مستوى اللاعبين المحترفين او اللاعبين المحليين هناك فوارق يعني. السالميه يعتبر من احد الفرق الموجوده الثلاثه الكبار اللي قاعد يقدم هذا الموسم مستوى ممتاز وعنده مدرب وطني يعرف شلون يفوز بالمباراه. لكن احنا نقول في وجود خمس محترفين كنت توقعنا ان يكون المستوى افضل نوعا ما يكون هناك في رده فعل. لكن في اول عشر دقائق هدفين صعبه يعني. انت كمحلل تقعد ورا الشاشه تبي تحلل المباراه تبي تقرا المباراه تشوف فيها فنيات فيها خطط ما شفنا يعني. فريق مستسلم فريق السالميه وضع طبيعي هذا المنطق يقول والمنطق يقول لك ان فريق السالميه يفوز لان في فوارق كبيره من ناحيه الدفاعيه من ناحيه اللاعبين الوسط الهجوم. اليوم يمكن فواز عايض كان هو احد نجوم المباراه لعب بكل اريحيه بكل ثقه كرات طوليه كرات عرضيه كرات بينيه يعني في جاب كبير بين فريق برقان خصوصا السالميه يلعب في الدوري الممتاز وبرقان في الدوري الدرجه الاولى ففي فوارق كبيره. هو المنطق يقول لك ان السالميه هو اللي راح يفوز. طيب. الف مبروك لفريق السالميه فاز باقل جهد في 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 هذه المباراه. ابو احمد والله ابو سعيد انا مثل ما تفضلت يعني النتيجه 7 ومهما كان حتى لو انت في اسوء الحالات 8-2 قصدي ما يصير ما يصير ما يصير ما يصير تطلع بهذه النتيجه يعني. الامانه انت حتى لو ما عندك الامكانيات الفنيه يا اخي سكر زون منطقي وين دول خمس محترفين خمس محترفين اللاعبين المحليين اختيارك للاعبين. فاعتقد يعني النتيجه جدا قاسيه على نادي برقان اللي قدم مستويات طيبه في السنين السابقه يعني. كان فريق له رونق مع الفرق الممتازه لما كان يلعب. فيستحق السالميه الفوز. السالميه فريق في تصاعد مستمر يملك عناصر جيده يملك تقريبا من 6 ل 7 6 لاعبين او 5 لاعبين على منتخب الكويت مثل ما تفضل ابو خالد. فواز عايض من افضل اللاعبين في خط الوسط في الوقت الحالي يعني اتمنى استمراره في هذا لان راح يخدم المنتخب الكويتي في ويشرفه افضل تشريف لما يقدم هذا المستوى. فيستاهل نادي السالميه اقول لهم جود لك. ونادي السالميه قدم مباراه هم مميزه في المباراه السابقه قدم مباراه كبيره قدم مستوى مميز في رتم او في رتم تصاعدي. فهذا يحسب للجهاز الفني والاداري والمنظومه هي منظومه متكامله ما يقدمه نادي السالميه. اللي امانه اسعدني عوده مستوى جمعه سعيد. انا ما همني شو يسوي جمعه سعيد ما يسوي انا احب اللاعب المحترف انه يكون فارق من عن جميع اللاعبين يعمل الفارق. هذا ما قدمه جمع سعيد في المباراه اللي فاتت. فاقول قلت لك السالميه واتمنى ان شاء الله مو بس السالميه جميع الفرق يقدم مستوى كبير في طيب. في الادوار القادمه ان شاء الله. انا بشكل سريع بسعود الشباب هني كفوا وفوا على الورق بسعود وكمعطيات وكمنطق يقول ان السالميه راح يفوز بسبب الفارق الفنيه جوده اللاعبين نوعيه اللاعبين ايضا مدرب محمد ابراهيم كخبره في 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 البطولات. توقعت انا يمكن برقان ممكن يعمل مفاجاه لان بنهايه هذه مباراه كؤوس ممكن اسجل احافظ على هدفي واطلع فايز. لكن تفاجات اللي تطلع بتجه كبيره او تاريخيه 8-1 يعني ما حصلت من قبل في كاس ولي العهد. ف ما لعب على حسب امكانياته. اوكي طلعت النتيجه يمكن اول 10 دقائق 2-0 طلعت من الشوط الاول 4-0 احافظ على مرماي ما يعني ما افتح اللعب مع نادي السالميه وما غامر اطلع نتيجه على الاقل مقبوله ممكن اصل لي هدف هدفين اقرب النتيجه لكن افتح اللعب واخليها 8-1 هذه اللي ما عجبني من الكابتن محمد العزب خصوصا انه
احد المدربين اللي دربوا بالمنتخب دربوا الاولمبي الاولمبي وايضا عنده خبره ايضا في في في, في اختياراته في بعض اللاعبين. نعرف ان امكانيات موجوده عندك لكن تطلع بصوره على الاقل افضل من من انا كده. بس بضيف على كلامك يعني النتيجه هذه خلوا الاخوان في الاتحاد يعني يراجعون مساله الخمس محترفين، لان اليوم في وجود خمس محترفين ما شاهدنا الفريق ما يعني ما تطور مستواه، لان نبي احنا ليش استانسنا اليوم على فوز القادسيه؟ اكو شباب خذوا فرصتهم، وقلت لك القادسيه لعب في ثلاث محترفين وبشوط الثاني في محترفين اثنين، حط الشباب كنا محتاجين. ما لعب كنا خمس محترفين ما لعب لعب بثلاثه لانه مو مسجل ما يخالف هذه رساله نوصلها ابو سعود، انا احنا في مرحله يعني نبي نرد الكره الكويتيه، شلون نرد الكره الكويتيه؟ لازم نعطي مجال حق هالشباب، اكو اكو لاعبين مدفونين، فالاخوان يعني بالاتحاد راجعوا هالقرار هذا. طيب ابو مبارك السالميه مختم وياك على المباراه السالميه. السالميه السالميه فريق اللي قاعد يقدم بالبطوله هذه صراحه شيء يعني يحسب له، خصوصا من لعبه الكويت اللي اقصى فيها فريق كبير مثل نادي الكويت وظروف المباراه المعروفه يعني. بالنسبه لي ما هي يعني مفاجاه صراحه النتيجه، فارغ المحترفين يصب لصالح السالميه، العدد المتواجد بالملعب كذلك نادي السالميه. السالميه متمرس اكثر في البطوله هذه عكس برقان. اما بالنسبه لموضوع المحترفين انا اتفق معانا، نقول احنا ما نبي نلعب عدد محترفين زياده او نقلصها مثل ما قال اخوي ابو خالد، الا اذا كان في شباب عندنا في شغل عندنا بالمراحل السنيه. احنا ما قاعد نشتغل تحت ابو خالد اساس ان انا اخلص العدد واخليه محترفين او ثلاثه، بالعكس انا اقول لك مع خمس محترفين لكن مع جوده. نعم حط لجنه الاتحاد الكويتي، اي محترف يبي يوقع مع اي نادي لازم ياخذ موافقه من اللجنه واموره لاختيار المحترف المميز. نواف انت راح تصريح نائب الرئيس قال راح نشارك في دوره الخليج للمنتخب الاولمبي، تدري المنتخب الاولمبي الحين ما لعبوا ولا لا بانديتهم ولا استعدوا، هذه النقطه اللي قاعد اقولها. لان انت ما عندك مواهب. خلينا نتكلم صراحه، محمد شراغ ولا بدر مطوع لما يلعب فريق اول كم عمره؟ اللاعبين يطلعوا مميزين كم عمره، لكن اللاعب عمره 24 سنه بس انا 25 سنه اوكي ما عندك مواهب، اكو عمل اكو منظومه عمل. موضوع ثاني يا تفضل ما نبي. طيب انا وصلت الختام، شكرا لك حبيبي الله يحفظك، العشاء موجود ترى ان شاء الله. شكرا لك كابتن فرج لايب، شكرا لك كابتن نواف مطيري. ايضا قبل لا اختم، الحساب اللي اخترته لكم اليوم حساب لبافاري يشجع البايرن، طبعا نبارك للبايرن التاول عن جداره واستحقاق والفوز اليوم في الكامنو. اخونا اسمه مستر ويمبلي، هو من مكه المكرمه، طبعا نتشرف في الاخ العزيز، والاخ طبعا متابع لبايرن ميونخ بشكل مفصل، يعني حاط احصائيه جميله صراحه ومرعبه على حسب كلامه. بايرن ميونخ فاز 11 مرة على برشلونة من أصل 15 مباراة في تاريخ مواجهات الفريقين في دوري أبطال أوروبا، لهم الإعلام ولنا الميدان. يا سلام، جملة جميلة من أخونا مستر ويمبلي. طبعا مستر ويمبلي متابع بشكل كبير مثل ما قلت لك لبايرن ميونخ وأخبار بايرن ميونخ وصور بايرن ميونخ، فأدعو الجميع لمتابعة حساب مستر ويمبلي، صراحة يستاهل، حساب جميل الله يعطيك العافية. وحاط سهم الله يحراد. نعم نعم. وإضافة بس أخيرة لأخونا مستر ويمبلي ولعشاق بايرن ولعشاق الإحصائيات أيضا، هل تعلم يا مستر ويمبلي؟ أكيد تعلم بما أنك بافاري، أكيد تعلم أن السيد ناغلزمان مدرب بايرن ميونخ أصبح أول مدرب في تاريخ أبطال أوروبا ينجح في الفوز على برشلونة 4 مرات. تعلم؟ أكيد تعلم، بعد بافاري ما تعلم ما يصير. نلقاكم إن شاء الله باكر، إلى اللقاء.